الاسلام. طبيعي هو بالفتره الماضيه السيد كاتانيتش يعني كان يعمل تحت الضغوطات. نعم. يعني احنا دائما نطالب بنتائج جيده. نعم. نريد نكون في فرق الصفوه باسيا بالمنطقه، فدائما مطلوب من اي مدرب يقود المنتخب الوطني انه يحقق نتائج طيبه. نعم. السيد كاتانيتش بالفتره الاخيره قبل بطوله اسيا وحتى قبل بطوله غرب اسيا وحتى بعد ما بدت البطوله كان وضعه يعني مثابت 100%، كان قلق، كان يريد يحصل من خلال هذه البطوله دعم جماهيري واسع لبقائه. يعني هو لحد ما بدت البطوله ما كان حتى محسوم امره في انه هل يستمر مع المنتخب ولا يستمر، ما كانت الامور واضحه 100%. الان تعتقد الحسم اعتقد اليوم ان تشوف سيد كاتانيتش في هذه الفتره غير ما تشوفه اول ما بدت البطوله. الروحيه مختلفه كثير من الامور، يعني تحس انه رجل كان كثير من الامور يعني تثقل تفكيره، وبالتالي اعتقد من خلال هذه المباريات اللي ادها المنتخب اليوم بنشعر انه كاتانيتش اليوم غير كاتانيتش قبل شهر مثلا. الوضع مختلف كثير، نشوفه اكثر هدوء اكثر رزانه، وبالتالي اكيد هذا ينعكس بالايجاب على وضع المنتخب الوطني بصوره عامه. شفنا المنتخب الوطني خاصه بالمباراه الاخيره بدا يؤدي اداء جيد، بدا حتى المدرب على مصطبة الاحتياط شفنا وضع أهدأ من أول مباراة أو ثاني مباراة شركته، وبالتالي أعتقد نعم هو كان يعيش تحت الضغوطات اليوم. يعني أعتقد اليوم السيد كاتانيتش أعطى تجديد لبقاء مع المنتخب لسنة أخرى لتصفيات كأس العالم مهما كانت نتيجة مباراة اليوم. كابتن بسام، أيضا ما نزال نتحدث عن مهمة كاتانيتش والتحديات اللي تواجهه وأيضا الظروف اللي يعمل بيها. الآن كأنه الأمور استقرت على الوضع اللي يسمح لهذا المدرب بالفعل يعني أن يقود المنتخب الوطني العراقي بأريحية تامة، بأريحية كبيرة قبل الذهاب إلى تصفيات كأس العالم. طبعا هذا سيصب يعني في الختام لصالح المنتخب الوطني العراقي كلما استقرت أدواته التدريبية والفنية على مستوى اللاعبين سيكون هناك أمل أمنيات بأن المنتخب قادر على المضي بنجاح في هذه التصفية. نعم طبعا أكيد أستاذ حسن، إحنا فعلا المنتخب العراقي مباراة إلى مباراة جرب العديد من اللاعبين، وبالتالي الفوز انعكس على صراحة على نفسية المدرب بالدرجة الأولى اللي يعتبر هو قائد الفني للمنتخب العراقي. نعم. بالتالي حتى متابع حقيقة تصريحات المدرب من خلال المباريات بدأ أكثر هدوء اتزان أكثر، حتى بعض الأحيان يمزح. طبعا أكيد هي تنعكس حتى على اللاعبين، يعني وضع اللاعبين هي رسالة للجميع بأنه حاليا أنا أستطيع أقود المنتخب العراقي بطريقة أفضل ما كنت سابقا. تعزيز ثقة الجماهير بالمدرب والمدرب أيضا في الجمهور، هاي العلاقة مهمة جدا بأنه تكون هاي العلاقة علاقة إيجابية تنعكس على مستوى أداء المنتخب العراقي خلال المرحلة القادمة. نعم. احنا مقبلين على التصفيات كأسوية قادمة، وبالتالي هاي التصفيات أكيد يجب أن يظهر المنتخب العراقي بصورة جيدة. اليوم اللي احنا جايين نشاهده حتى من خلال كلامه هو المدرب والتشكيلة اللي حصلنا عليها، اللاعبين كلهم لاعبين خبرة، ماكو احنا ما نقول ماكو دماء جديدة باستثناء إبراهيم بايش في التشكيلة. لذلك عندما تتكلم انت على الانطباع العام، هل حقق فعلا المدرب العراقي الهدف من هاي البطولة من خلال اسلوب اللعب، من خلال اللاعبين اللي زجهم بالمباريات، من خلال ايضا النتائج اللي حققها؟ انا اعتقد الكثير من الاهداف تحققت في هذه البطولة بالنسبة للعراق بالدرجة الاولى، وبالنسبة ايضا للاعبين والمدربين وللجماهير العراقية وايضا للمسؤولين العراقيين. المنتخب العراقي اليوم المهمة مالته ليست بالسهلة، مباراة أنا أعتقد مباراة صعبة. المنتخب البحريني منتخب قوي، منتخب جايب تشكيلة كاملة وجاي ينافس من أجل البطولة. نعم. وتصريحات حتى المنسق اللي شاهدناه اليوم تصريحات بأنه الجمهور هو على الفريقين، ممكن ينعكس بصورة إيجابية أو سلبية حسب التهيئة النفسية للاعبين في المباراة. نعم. الأجواء نوعا ما، وإحنا تكلمنا أيضا بأنه أجواء نوعا ما حارة رطبة نوعا ما، راح تأثر أيضا على رتم المباراة وعلى شكل المباراة وعلى أسلوب الفريقين والأداء الفني العام. نعم. لذلك أنا أعتقد بأنه المباراة راح تكون منافسة حقيقية اليوم
مباراة تكتيكية على أعلى المستوى من قبل المدربين، وجميع المفاتيح والأدوات هي أصبحت واضحة لكل المدربين. نعم. لذلك أنا أعتقد راح نشاهد اليوم مباراة جيدة بإذن الله. إن شاء الله. طبعاً إحنا نشاهد هذه الصور الآن لعملية الإحماء للاعبي منتخبنا الوطني قبل دقائق قليلة من انطلاق مباراة الختام أمام المنتخب البحرين. اللي راح نشاهد الآن حديث مدرب منتخب البحرين البرتغالي سوزا أيضاً. شاهد. فخر كبير أن نتواجد هنا في العراق وفي مدينة كربلاء بالتحديد للعب المباراة النهائية. هذه البطولة بمثابة تجربة مميزة بالنسبة لمنتخبنا، كما قال زميلي كاتنيتش، نلعب المباراة للاستعداد للمستقبل لتصفيات كأس العالم. للحاضرة باستمرار في مدرجات ملعب كربلاء، مستمرة في الحضور، مستمرة بالمؤازرة بالتشجيع لأولا اسم العراق، يعني قبل يعني أن يكون التشجيع لمنتخبنا الوطني. نشاهد حبا جما لبلدهم العراق، وأيضا لكل استحقاقاته ولكل المناسبات السعيدة اللي تجمع العوائل العراقية والمجتمع العراقي والشعب العراقي. نشاهد هناك توحد كامل على مستوى الهدف المنشود، وطبعا يبقى الهدف الأغلى والأسمى هو رفع الحذر الكامل عن ملاعبنا، خصوصا وأن هناك رفع جزئي عن ملاعب كربلاء والبصرة وأيضا ملعب فرانسوا حريري في مدينة أربيل. ونتمنى أن تكتمل الفرحة برفع الحذر عن ملاعب العاصمة بغداد. نعود إلى أجواء المباراة والحديث عن المنتخب البحريني على أقل تقدير في هذه الدقائق. نتحدث فنيا مع ضيوف الأكارم، يعني منتخب يصل إلى المباراة النهائية دون أن يدخل شباكه أي هدف، ومنتخب تطور مستواه يعني بشكل لافت من المباراة الأولى وصولا اليوم إلى مباراة الختام. أين يكمن خطر المنتخب البحريني يعني في مواجهته اليوم أمام المنتخب العراقي؟ يعني الفريق البحريني خطورته في جماعيته، في يعني في الأسلوب الجماعي للأداء. نعم. أنت تعرف المدرب استخدم 23 لاعب، بظنهم ثلاث حراس مرمى، يعني ثلاث حراس مرمى في كل مباراة أشرك لاعب، وأشرك جميع اللاعبين العشرين الآخرين في المباريات. معناته أنه المدرب يعني فعلا دخل البطولة هو يحاول أن يشوف أكبر قدر من اللاعبين وإمكانياته. الهدف الأسمى بالنسبة إليه هو يعني رؤية اللاعبين وتحضير الفريق لكأس العالم. لكن مع الهدف هذا تحقق هدف ثاني وهو وصول المباراة النهائية. أعتقد الفريق البحريني طبعة المدرب وبصمته واضحة على الفريق. يعني عندما تشوف ثلاث مباريات متتالية تشوف الأداء متشابه تقريبا في طريقة الدفاع، في أسلوب الدفاعي، في التحرك، في وجود دائما 9 لاعبين خلف خط الكرة على الأقل، ترابط بين خطوط الفريق، التوجه باتجاه الكرة، الضغط في ملعبه،
سرعة العودة إلى التفكير الدفاعي من الدفاع للهجوم للهجوم للدفاع. نعم. التحضير بطء التحضير في منطقته وسرعة التحضير في ملعب المنافس، كل هاي أمور خلت الفريق ينطيك انطباع أنه يلعب تحت قيادة مدرب. يعني فكر اللاعبين أو خلينا نقول المهارات والإمكانيات الفريق تظهر فقط في الثلث الهجومي. نعم. أما في الثلث الوسط وفي الثلث الدفاعي هناك تفكير مدرب. يعني طريقة التعامل مع الكرة، طريقة التحضير، المشاركة بالهجوم، العودة بالدفاع، تبين لك أنه بصمة مدرب واضحة. نعم. هو يلعب بأسلوب 4-3-3، تنقطع الكرة سرون 4-5-1، 9 خلف خط الكرة. نعم. الترابط الموجود بين خطوط الفريق، بين الدفاع وبين الوسط وبين المهاجمين، إذا تحسب المسافات من 10 إلى 12 متر بيناتهم، وبالتالي معناته عملية الحصول على فرصة، وفعلاً قلة من الفرص حصلت، الفرق حصلت فرص من عندهم. نعم. يعني مع العكس انه يمكن اسماعيل واحدة امام الكويت اضاع يمكن 6 فرص. بالتالي معناته انت امام فريق مجهز بشكل جيد منظم. نعم. والبطولة جعلته يختمر بشكل افضل. فكر المدرب صار رؤيته للاعبين احسن، وبالتالي الفريق البحريني مثل ما قال بسام ليست سهل المباراة ابدا. نعم لدينا تفوق فني بدني هذا واضح، لكن اعتقد انه البحرين مدرب البحرين يتفوق على 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 منتخبنا بالفكر التكتيكي، لانه احنا قلنا 3 مباريات شاهدناها تقريبا الفريق يؤدي نفس الرذم نفس الاداء. هو طبعا كأس البطولة. نعم. الان ان نشاهد السيد علي جبار نائب رئيس الاتحاد وممثل اتحاد غرب اسيا أحمد قطيشات يحمل الآن كأس البطولة، هذا الكأس الذي سيتوج به الفريق الفائز من مباراة اليوم بين المنتخب الوطني العراقي والمنتخب البحريني. طبعا هذه النسخة 9، والعراق سبق له أن وصل إلى نهاية هذه البطولة 4 مرات من قبل وأحرز اللقب مرتين. نشاهد هذا الكأس، أعتقد كأس جميل ويليق بهذه البطولة، يليق بهذا الاستحقاق اللي احتضن العراق في مدينتي كربلاء ومدينة أربيل. حسام أسأل يعني لماذا تخوف السيد كاتنش من لقاء المنتخب البحريني في نهائي هذه البطولة؟ كان يمني النفس بعدم ملاقات البحرين قبيل الدخول في التصفيات الرسمية المؤهلة إلى كأس العالم وبطولة أمم آسيا. أعتقد التخوف الأكبر خوفا من النتيجة، إذا لا سمح الله كانت نتيجة معاكسة. الشيء الثاني خوفا من الإصابات، قد تكون بعض التدخلات القوية من لاعبين على لاعب معين. يعني مع العلم أنه الفريق العراقي يعني أكثر لاعبين اللي يلعبون بتشكيل أساسي غير موجودين في هذه البطولة. هذا يحسب للمنتخب العراقي؟ أعتقد أنه هو مفروض يكون يعني المفروض بالبحرين يتخوف لأنه بالبحرين إيه. لأنه جاي منتخب آخر بتصفيات. أعتقد أنه كان يعني من الناس ما يلاقي العراق لأنه عنده مباراة قادمة وياه. يعني هاي النقطة. تقصد البحرين؟ إيه. نعم. أعتقد أنه البحرين. الفريق المدرب الشخصيته قوية يجب أن يعبر هاي الأمور، يعني تعداها بمراحل. يعني أنت قاعد تبني فريق لحد الآن، طبعا إحنا قاعد نبني فريق يعني لحد هسه، يعني كل مدرب بناء متواصل. أي متواصل يعني دائما إحنا في حالات انتقالية، يعني مع الأسف يعني ما أعرف كيف متى نوصل الى منتخب يشار له بالاسماء معينه، يعني نقول هذا لاعب هذا لاعب. ظروف كابتن حسام هي من تجبر ما احنا قاعد نخلق يعني الظروف، احنا ما قاعد نصنع يعني الظروف. احنا اليوم غيابات اللاعبين المحترفين ما اعتقد برغبه إجبارية، كلها إجبارية. يعني اجباريه، ما هو نوعيه البطوله، لو كانت بطوله اعلى يمكن كان اللاعبين يحضرون يعني. لكن المدرب يجب ان يعني يتحوط لكل الامور، يتحوط كل الاجواء، يتحوط لكل، لا يعني حتى هو يقدر هسه شوفوا احنا مدرب البحرين اليوم للمباراة الرابعة هو في تغيير التشكيلة باستمرار، يعني مو لاعبين لعبوا مغير يمكن اكثر من 4-5 لاعبين. نعم. حتى اسماعيل عبد اللطيف مريحة، يعني انا دا شاهد انه المنتخب البحريني داخل بتشكيلة عنوانه الشباب ما عدا سيد محمد جعفر اللي هو لعب المباراة الاولى. نعم. ضد الاردن. نعم. اليوم راجع بيه بعد 3 مباريات. اعتقد انه اليوم كاتنيتش عليه انه يركز على
الاربع مباريات اللي لعبناها طيب. وين الارهاق الموجود عندنا؟ يعني عندنا اليوم احنا اربع لاعبين اشتركوا في مباريات يعني وقت كبير من المباريات. عندنا احمد ابراهيم، عندنا بعد ابراهيم بايش، بعد علام هاوي، وحسين علي يمكن طيب. خلينا نذكر التشكيل ونقارن بين كفاءة اللاعبين على المستوى الفني واللياقي في ختام هذه البطولة. طبعا سيمثل منتخب العراق في هذه المباراة جلال حسن لحراسة المرمى، ضرغام اسماعيل، احمد ابراهيم، سعد ناطق، علام هاوي لخط الدفاع، امجد عطوان، صفاء هادي، ابراهيم بايش لخط الوسط، وحسين علي، مهند عبد الرحيم، مهدي كامل لخط المقدمه. طبعا مدرب المنتخب الوطني العراقي والسيد كاتينيتش السلوفيني كاتينيتش. تشكيله منتخب البحرين قياده المدرب البرتغالي سوزا، سيد محمد جعفر لحراسه المرمى، محمد عادل، احمد بغمار، وليد الخيام، احمد نبيل، عيسى موسى. طبعا لخط الدفاع عيسى موسى، محمد عبد الوهاب، عبد الوهاب المالود لخط الوسط، وكميل الاسود، محمد رماحي، علي نعم بالنسبه لتوزيع اللاعبين ونظام وطريقه اللعب. كابتن احمد، يعني بالقياس المباراة السابقه ومشاهدتنا لمنتخب العراق والمنتخب البحريني ومجموعه اللاعبين اللي تم إشراكهم طيلة هذه المباراة والتغييرات المستمرة، يعني المدرب سيد سوزا المدرب البرتغالي أشرك 23 لاعبا، جميع لاعبي منتخب البحرين اللي قدم بهم إلى هذه البطولة أشركهم، أيضا السيد كاتينيتش يعني ما عدا الحارس محمد صالح أشرك جميع اللاعبين. هذه القدرة على التدوير والمناورة، اليوم يعني وصلنا إلى ختام المشوار، لم يعد هناك شيء يمكن أن يخفيه المدربان كاتينيتش وسوزا. تعتقد الآن التشكيلة المنتخبين تشكيلة متوازنة؟ طبعا هم كل الفرق المشتركة بتصريحات المدربين ده كلهم يجمعون على أنه كل المنتخبات جاية لغرض التجريب، لغرض اكتشاف لاعبين جدد، لغرض تطوير فهم اللاعبين للأسلوب واللاعبات. يعني طموح الفوز بالبطولة يأتي بالمرتبة الثانية أو الثالثة، يعني كلهم بنفس التصريحات تقريبا. نعم. احنا بالنسبة لنا كمنتخب وطني يعني اعتقد اليوم على الورق الأربعة 4-2-3-1 يعني موجودة على الورق، تتغير بالواجبات اللي احنا ما نعرفها هو شو اللي راح ينطي واجبات الا نشوف المباراة، بس على الورق هي 4-2-3-1 بإضافة يمكن يعني أول مرة أمجد عطوان مع صفاء هادي يلعبون مع بعض من فترة يعني ما كانوا يلعبون مع بعض، يعني هذا يعطيك مؤشر أنه السيد كاتينيتش راد يعطي جرعة للجانب الدفاعي لمنطقة الوسط عكس المباراة السابقة واللي قبلها يعني كان يعني ارتكاز واحد يعني هذه المباراة زاد بارتكاز ثاني اللي هو أمجد عطوان اللي هو صفاء يحملون صبغة دفاعية تقريبا مع اعطاء يمكن الحريه لصفاء انه لامجد عطوان انه يزيد مع اللاعبين بالخط الامامي. نعم. انا حسب رايي انه هو بعد ده يبحث بموضوع المهاجم الواحد من هو الاصلح. نعم. يعني مره ينطي فرصه لمهند، مره ينطي فرصه لعلى عباس. نعم. يعني احنا ايمن يريد يختار من هؤلاء اللاعبين الثلاثة من يرافق مهند بالتصفيات، فبالتالي ده يكرر الفرصة لهم حتى بالتالي تكون عنده بعد البطولة صورة واضحة. أعتقد اليوم السيد كاتينيتش وضع نفسه تحت ضغط الخيارات، لأنه اليوم شفنا بالبطولة بايش إضافة قوية للمجموعة، بغياب اللاعبين بالتحاقهم بالمنتخب راح يكون هناك إحراج بالنسبة لسيد كاتينيتش في التفاضل بين اللاعبين. نعم. لأنه اليوم ده نجد هذه البطولة أفرزت لنا بايش قدم نفسه بصورة ممتازة، وأعتقد راح يكون يعني من خلال هذه البطولة ممكن يكون إلى مكان بالتصفيات. نعم. وبالتالي هي أيضا يعني خلت سيد كاتينيتش بإحراجات الخيارات وكيف راح يختار من يفضل على من وكيف راح يختار. يعني كل ما يزيد عندك عدد اللاعبين الجيدين راح يمكن كباتن راح تكون عندك صعوبة بالاختيار، بس هذه المنافسة أيضا راح تعطي يعني شيء إيجابي للمنتخب. بالضبط. نعم. طبعا هي تعطي شيء إيجابي، تعطي منافسة بين اللاعبين منو اللي يقدر يحجز مكانه. نعم. فهي هذه البطولة أعتقد
مثلا من 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 محاسنها بالنسبه لنا ظهور بايش، عودة حسين علي الى 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 وضع الطبيعي، وبالتالي هي هاي كلها نجاحات. حتى مهدي كامل أيضا. مهدي كامل أيضا. مهدي كامل بعد ابتعاد عن المنتخب. مهند عبد الرحيم بالضبط أيضا اليوم كلها هذه كلها هذه من هذه البطولة الاستفادة الحقيقية هو عودة بعض اللاعبين، إضافة لاعبين جدد راح يكون المنافسة صعبة بينهم. نفس الشيء للمنتخب البحريني، شفنا المدرب مالتهم يغير كثير من اللاعبين خلال المباراة الأربعة، يعني ما لقينا مباراتين لعب بنفس أو حسين علي أو حتى مهدي كامل بالإضافة. يعني إذا أريد نفوز بالبطولة يجب أن نسجل. نعم.
معناته عذريه الشباك بالنسبه لي يجب ان تنتهي بلنتيات لا كابتن يعني ها بلنتيات 0-0 لا يعني ايضا اذا تفوز ايضا انا اقصد يعني مع قدره البحرين على الدفاع عن مرماها طيله المباريات السابقه اليوم بمواجهه جديده امام مهدي كامل لاعبين مؤثرين يعني بامتلاك الكره لاعبين لديهم قدره على التحضير لاعبين لديهم قدره على التواجد في المناطق للامام وبالتالي اختيار الاماكن اللي يعني يفرغها الى مهند احنا شفنا المباراه السابقه كان يعني الهدف اللي سجله على اليمن كان دخوله بالضبط هو خلف علاء يعني من قفز علاء لقى لاعب وراء اللي هو بايش مهاجم مخفي بالضبط يعني هو اختار الوقت المناسب للدخول وبالتالي شوف التعامل مع الكره يعني سرعه بديهيه سرعه رد فعل كره يعني ضربت الارض وصعدت ما انتظر هي بعدها صعودها ضرب الكره بالراس ودخلت الهدف يعني لاعب لديه قدره يعني معناته عندك لاعبين لديهم امكانيات عاليه لديهم قدرات فنيه ممتازه جدا يعني حسين علي واحد من اللاعبين المميزين بالبطوله حقيقه يعني مرتين هو افضل لاعب وبالتالي حتى اللحظه هو الهداف بالتالي لديك لاعبين لديهم قدره الفريق سجل 5 اهداف المباراه الوحيده اللي ما سجلناها مباراه سوريا معناته انه لدينا القدره على التسجيل لدينا القدره على خلق الكثير من الفرص ولا تنسى عندنا الكرات العالية بالحالات الثابتة عندنا سعد ناطق عندنا أحمد إبراهيم لديهم قدرات ممتازة وبالتالي لدينا منظومة تستطيع أن تسجل إن شاء الله حسام أيضا نتحدث عن هذا التشكيل ونوعية اللاعبين اللي أشركهم السيد كاتينيتش وضع لاعبين هل في نصب عينه أنه لديهم القدرة على صناعة اللعب صناعة الوصول إلى المرمى أم لديهم قدرة على التسجيل أيضا وإذا رجعنا إلى الإحصائيات والأرقام منتخبنا سجل 5 أهداف في 4 مباريات بالحسابات الرقمية أعتقد هذا الرقم فقير يعني لمنتخب يخوض مباراته على أرضه نوعية المباراة اللي يخاضها أمام منتخبات ليست بتلك الهالة الإعلامية الكبيرة اليمن فلسطين لبنان سوريا سجلنا 5 أهداف اليوم كأنه سيد كاتينيتش يبحث عن ضالته في البحث عن مزيد من الأهداف في هذه المباراة حسنا بالنسبة لي كرأي يعني بعيدا عن مع احترامي للآخرين أنا أشوف أنه كل فريق يجب أن يكون عنده حالة معينة يا أما يكون الأكثر تسجيلا يا أما يكون الأقل استقبالا شوفت الفريق العراق عنده 5 وعليه 2 بحرين عنده 2 وما عليه أهداف أن الفريق أنا أشوف الفريق البحرين أفضل لأن هو من نوع الفرق اللي دا يقول لك احنا ما نعطي اهداف المباريات اما الفريق العراقي يستقبل اهداف ال5 اهداف اللي سجلناهن يعني ما عدا الهدف ابراهيم بايش كل الاهداف جت 3 بضربات جزاء اعتقد نعم صحيح وهدف كان كره متابعه من حسين علي مال هدف لبنان والهدف الاخر مال طبعا والفارق ليس كبير حسين علي في مقدمه مع العلم انت لا اعطيك الاحصائيات اسماعيل عبد اللطيف بهدفين هذه انا رايي اسلام البطران ايضا هدفين عدي الدباغ من سوريا هدفين وفراس الخطيب هدف شوف هو مدرب منتخب البحريني يعرف انه اللاعب الوحيد اللي سجل له ويفوز اسماعيل عبد اللطيف مع العلم هو مجلس احتياط اذا هو يراهن على الحاله الدفاعيه وعلى عدة أمور يعني أنا الثاني ربما إذا أقارن لك بين المنتخب العراقي والمنتخب البحريني يعني بالإحصائيات الفريق البحريني أفضل الفريق البحريني عنده أساليب متنوعة عنده لاعبين مهارين أكثر مفاتيح اللعب عنده أكثر من فريقنا اللاعبين المهارين أكثر عند الفريق البحريني بس فريقنا كمجموع كفريق عنده أفضلية شوية لين يلعب على ملعبه لاعبين عندهم يمكن قوة جسمانية شوية أعلى بس تجي على احصائيات الفريق البحرين بالرغم انه هو ما مسجل اهداف كثيره لكن فرصه على المرمى اكثر من الفريق العراقي يعني احنا ما ضيعنا فرص كل الفرص اللي جتنا سجلناهن ما عندنا ضاعت فرص يعني في مبارياتنا كلها احنا مستقبل كثير من الفرص يعني مع مباراه الكويت ممكن الكويت ممكن بس ما سجل عليه كان عنده حارس فذ مع العلم والحارس الثالث حمد الدوس كان عنده دفاعيات النقطه الوحيده السلبيه على الفريق البحريني هو قلبي الدفاع في الثلث الهجومي يعني يستقبلون كرات بينية من خلف المدافعين قدر الحارس يصدها دعونا نشاهد هذا أو الطاقم التحكيمي اليوم اللي راح يقود مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب
البحريني طبعا ستكون بقيادة تركي الخضير من السعودية حكم أول، وخلف زيد أيضا من السعودية مساعد أول، محمود ظاهر من الأردن مساعد ثاني، ومحمد عرفة من الأردن حكم رابع. إذن جنسية الحكم الذي سيقود المباراة تركي الخضير من السعودية، والعمر 39 عاما، وهو حكم دولي منذ عام 2014. كابتن أحمد خلف، المباراة ستكون صعبة على الحكم، يعني هذه الأجواء وهذا الحضور الجماهيري الكبير وحساسية المباراة خصوصا. أنا هنا أقيس الحساسية كون أن المنتخبين سيلتقيان في تصفيات كأس العالم، من هنا يمكن أن نقيس أهمية وحساسية المباراة. طب طبيعي جدا، أعتقد اليوم المباراة من درجة الصعوبة العالية، بس أعتقد الحكم مو في باله أنه موضوع راح يلتقون بعد شهرين. نعم. أبدا مو باله. نعم. بس صعوبتها من الحضور الجماهيري العالي للمباراة. سيرهب المنتخب البحريني هذا الحضور الجماهيري؟ هو مرات هيجي حضور مرات يكون عامل سلبي. يعني مرات يكون لاعبنا العراقي يلعب تحت ضغط عالي جدا، يريد يؤدي كل ما عنده. نعم. وبالتالي يخليه يقع في اخطاء كثيره. حماس الحماس الزايد يخليك تخطا كثيره. نعم. مشكله. صح. مشكله للحماس. ايضا ممكن يكون دافع للمنتخب البحريني، دافع انه يؤدي كل ما عنده امام هيك الجمهور. صح. حد يعني، وهي هذه مرات مو كل يعني هذا الحضور مو ممكن يكون ايجابي 100%. نعم. يعني هذه الامور لازم نخليها بحساباتنا. درجة احنا اذا نريد يعني نمشي بالمباراة مثل ما نريد، لازم نبدي مثل ما بدينا مع اليمن البداية القوية. لازم نلعب بهذا الرتم السريع. نعم. الأسلوب اللي لعبنا به مع اليمن كان بشوط أول ممتاز جدا، من حيث سرعة سرعة نقل الكرة، سرعة التحرك من اللاعبين، سرعة أخذ الفراغ. نعم. يعني كثير من الأمور الإيجابية اللي عملناها بالشوط الأول، هذا الأسلوب هو كأنه أنت تعزف سيمفونية، اي واحد ينشز يبين بيها. نعم. يعني شفنا اللاعب مرات، من نشوف كل اللاعبين يلعبون مناولات صح ويجي واحد يلعب غلط، هذا نشز. نعم. يعني 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 كانه اضاع عليك الوضع. نعم. خرب المجموعه. خرج عن التوقف. يعني خرب. نعم. المجموعه. نعم. المطلوب حتى نتفوق على الفريق البحريني، كل الفرق بالمناسبه كل فرق المنطقه يعني الفرق. نعم. كلها اسلوبها بطيء. طيب إذا لعبنا بهذه السرعة أعتقد راح تكون الأمور في صالح. بسام، يعني ماذا تختار من أسلوب للمنتخب الوطني؟ نعم. العراقي. نعم. في بداية المباراة، يعني نعم، بداية الشوط الأول، هل يعني ننتظر ماذا سيقدم عليه المنتخب البحريني، أم نلجأ إلى المجازفة وإلى نعم الجرأة في الهجوم؟ أستاذ حسن، هذا السؤال يمكن تسأل كل مدربي العالم كليتهم هذا السؤال، وخاصة بهيك مباريات، يعني مباريات نهائية. يجب تكون دراسة عميقة لهذا السؤال. نعم. هذا واحدة يراد له يعني فصل كامل حقيقة، يعني حتى نعم بالدورات التدريبية على مستوى عالي. نعم. أنت الأجواء أول شيء حارة بالنسبة لكلا الفريقين. نعم. لذلك الاندفاع المبكر والضغط العالي أعتقد هذا راح يجهد الفريق مبكرا. نعم. وربما تكون عندك خلل من خلال عدم التركيز، فقدان التركيز. تقصد يجب أن يكون كل شيء محسوب. بالضبط. كل شيء محسوب وبدقة. نعم. إحنا المنتخب العراقي أمام اليمن، احنا ضغطنا عاليا، وخاصة عند قرب بعد منتصف الملعب ضغطنا بحيث ما سمحنا بتمرير كرة او لضغط الحامل الكرة بانه يندار او يستدير او يحاول يبني لعب. امام المنتخب اليوم البحريني يجب ان نلعب بنفس الاسلوب حقيقة، عند منتصف الملعب او 10 امتار بعد منتصف الملعب، هذا الضغط حقيقة نبعد خطورة المنتخب البحريني بالانتقال في منطقتنا واللعب بمنطقتنا، وبالتالي طيب عدم ارتكاب أخطاء بالنسبة لنا. وكذلك أستاذ حسن، ولو احنا جاي نشوف الكاس. نعم. البطولة هسه حاليا راح ندخل الى مباراة مباشرة، وكنت أتمنى أن أخذ توقعاتكم للشوط الأول على وجه السرعة. تتوقع كابتن بسام؟ أنا أتوقع التعادل الشوط الأول. تعادل. نعم. 1-0 للعراق. 1-0 للعراق. كابتن نزار؟ أتوقع يستمر التعادل. يعني تعادل. تعادل. إذن مع هذه التوقعات لضيوف الأكارم في الاستوديو التحليلي، نذهب مباشرة إلى ملعب كربلاء. ولا بد لي أن أذكر بأن صوت زميل المعلق علي لفتة سيأتيكم عبر القناة العراقية الرياضية HD، والزميل رعد ناهي عبر العراقية الرياضية SD، والزميل جمال الدراجي عبر القناة الإخبارية IMN.
وستكون جميع قنوات شبكة الإعلام العراقي حاضرة لنقل هذه المباراة، قناة الكردية والتركمانية وأيضا إذاعة جمهورية العراق. إذن أترك الكلمة للزملاء المعلقين ونتمنى التوفيق للمنتخبين وإن شاء الله نشاهد شوط جميل أول. إذن الكلمة لزملائنا المعلقين.
أرض الخلود الفردوس عرفها السومريين بهذه التسميات. طبعا أدرجت مقابر بالمون على لائحة التراث العالمي في 2019 بقرار من لجنة التراث اللي قبضت اجتماعها في أذربيجان عاصمة باكو العالمية. كرة ملعوبة شاركوا عام 2010 و2012. مهند حكم اللقاء ترك الغير قريب بالسلامة بالسلامة صفاء سلامة لصفاء هادي لاعب نادي الزوراء. هذا ترك الغير أدار مباراة فلسطين أول زيارة للعراق لكن هذا أدار الكلاسيكو العراقي بين الزوراء والقوة الجوية كان بالدوحة طبعاً في 2017 كأس الاتحاد الآسيوي يوم القوى الجوية فاز لعماد محسن
عاد عماد ترك الصقور القوة الجوية وعاد للزوراء، ويومها القوة الجوية أحرز اللقب كأس الاتحاد الآسيوي على حساب استقلال دوشنبا الطاجيكي. جماهير العراقية الوفية في ملعب كربلاء، ومستغرب انت المسألة، اي هذا ملعب كربلاء، آلاف تهتف يا عراق للفخر كلهم عشاء والنوب طيبتهم بلا. استغرب انت المسألة، اي هذا ملعب كربلاء. نجاح تنظيم كبير للعراق في أربيل، شكرا لجماهيرنا في أربيل، وشكرا لجماهيرنا الوفية في كربلاء. ملعب على الآخر، جوهرة الفرات الأوسط اللي يفتتح طبعا عام 2016، هذا الملعب بمباراة نجوم آسيا 2007 نجوم كربلاء. عملية تمرير المالود بالوسط، عيسى موسى للرميح قطع للكرة، كرة للأسود بالوسط، محمد عبد الوهاب تنقطع من هناك، خطأ حرة مباشرة للعراق لإبراهيم بايش، تنبيه علي 14 لاعب علي رحم لاعب نادي الرفاع صاحب 30 سنة. كرة بالوسط، تمريرة عراقية، الأخضر العراقي، وإن شاء الله اليوم ضربة أخضر العراق، إن شاء الله اليوم ضربة أخضر. اليوم أيام سعيدة وأيام عيد، عاد من اللي يجيب لنا العيدية في هذه الأمسية الكربلائية الجميلة. سعد ناطق نجم المنتخب الوطني العراقي، ست مباريات للأشقاء البحرانيين في العراق، لكن أولها مو خوش بداية. 66 كأس العرب الثالثة في بغداد بالكشافة، ولعبنا ساعة 10 وفزنا 10-1، يعني لأول مرة بتاريخ المنتخب الوطني العراقي، ما يحصل كثير يعني في على مستوى العراق والعرب، ساعة 10 وفزنا 10. عيسى موسى 10-1 يومها. البعض يقول نور ذياب الله يعطيه الصحة والعافية سجل 4، لكن هو يقول لا أنا سجلت 6. من اتصلت بالمعلق الكبير شدراك يوسف، هي كان طرف ولاعب دولي سابق مع رحمة الله علي عادل بشير المدرب، قال لا يا رعد نوري ترى سجل 6. سلمان داود هدف، محمد نجم، قيس حميد، عامر جميل، مو عامر جميل ترى مدرب الطالب الله يعطيه الصحة والعافية، بينما الهدف البحرين الوحيد كان لسالمين. التمريرة الآن خطيرة خطيرة للبحرين، عيسى موسى هجوم للبحرين، قطع للكرة من مهدي، الانطلاق للعراق، بايش مع وليد الحيام لاعب نادي المحرق، كرة اللعب سهلة جدا لضرغام إسماعيل. بعد ذلك في نفس اليوم والشهر، لكن التاريخ يختلف، يعني 14 آب 14/8/74 فزنا بال4-1 يا جماعة. حازم جسام دين علي كاظم هدف، وفلاح حسن أكلم لكم عن مباريات بغداد، عالية الكرة بينما الحردان هو من سجل للمنتخب البحريني، خطأ حرة مباشرة. بالمختصر الأشقاء البحرينيين 6 مباريات 5 فوز وتعادل 1، عندنا 5 بالشعب و1 بالكشافة. آخر لقاء 2001 تصفيات كأس العالم 2002 بهدف للعمدة عماد محمد. هذا أحمد بوغمار، تدخل بهذه الكرة وبهذه اللقطة، بينما بايش ظهور مميز في هذه البطولة.
الأسود. زين علي قريب، جدار كميل الأسود، وعيسى جهاد، سيد محمد جعفر 33 سنة، علي الكرة إلى سيد محمد جعفر، عنده 116 مباراة دولية. لكن من تتكلم عن حراسة المرمى البحرينية يعني لا إراديا يأتيك حارس الكبير المميز، مو السلطان، مو السلطان، حارس البحريني الخليجي المميز برغام زين علي. أنا فترة احترافي في قطر القطري، عادل الزوراء إلى النوارس، التمرير إلى اليسار وإلى ركلة مرمى، هذا هداف البطولة لغاية الآن، ثلاثة أهداف. حسين علي وما ينفسه غير إسماعيل عبد اللطيف، لأن الدباغ أنهى مبارياته، إسلام البطران أنهى، الخطيب أيضا السوري ما ينفسه. غير اسماعيل عبد اللطيف احمد جيلان، عمليه التمرير الاحيام، حاول يلعب الكره بالوسط، المالون الانطلاق الان، الهجوم حاول وسهلة جدا، محمد الرميحي قطع ممتاز من دفاعاتنا بالوسط، عيسى موسى بالوسط، محمد عبد الوهاب مرة أخرى، عيسى موسى تمرير وسهلة لجلال حسن. بقاعاتنا في غرب آسيا كتنج سلوفيني 56 سنة، كان في لقاءاتنا هذا اللقاء الثاني على اعتبار بالنسخة الأخيرة في 2013 في الدوحة كان التعادل سلبي ما بين الفريقين، وبالقرعة وصلت البحرين إلى الدور الثاني. وتصور عزيزي المشاهد يا جماعة، البحرين ما سجلت ولا هدف في البطولة واخذت الثاني، فارق يعني مباراتين مع عمان والعراق سلبي، خسرت في النصف النهائي امام الاردن 0-2، الثالث والرابع كانت مع الكويت تعادلوا 0-0، لكن بركلات الترجيح فاز فريق ياخذ ثالث وما يسجل ولا هدف، يحصل في الكرة. حاول يلعب الكرة احمد ابراهيم، انا فترة احتراف في قطر وقريبا من القوى الجوية او الزوراء، كرة بالوسط، عيسى موسى قطع ممتاز من احمد ضرغام، رايح بالمقدمة ضرغام الى جلال، فرصة لاكتشاف المواهب وللاعبين يعني بتكامل الصفوف، اكيد جستن ميرام سولاق على عدنان علي فايز ميمي يعودون، وبشار رسن همام، ان شاء الله بشر سود لا هالمرة ما نعذر لان طولنا، ما نعذرهم. 86 صول الوحيد في المكسيك، والجيل الرائع والهدف الوحيد لي كبير احمد راضي في مرمى باف البلجيكي، راجع الكره منتخب البحرين بالوسط، المالود عملية تمرير كميل الاسود، لكن تقطع من صفاء، تمريره ممتازه، زين علي يبحث عن سنار، زين امجد عطوان يلعب الكره، هاوي مهاوي والعراقي ناوي 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 هو الى ركله ناوي هو الى ركله
ركلة مر ركلة برمى إبراهيم بايش هدف وحيد بثمان مباريات دولية. العراقية تقول ثلاثة يا ربي يعني إن شاء الله يا ربي يسمع من حقي تقول ثلاثة نفوز. كرة اللعب عيسى جهاد راجع الكرة على أحمد جيلان ناطق عيد الكرة بالوسط مرة أخرى يعطي الأدفانتج إلى بايش حاول يمر حلوة لبايش هجوم للعراق من اليسار يبحث عن زميل إبراهيم بايش عيد الكرة إلى ضرغام إسماعيل عشرين دقيقة تابعي قنوات شبكة الإعلام العراقي في كل مكان وإلى ركلة برد مستمعي إذاعة جمهورية العراق حبايب تعادل سلبي بين العراق والبحرين في نهائي آسيا السايل غرب آسيا التاسعة في العراق طبعا الغياب الأبرز في هذه النسخة للمنتخب الإيراني صاحب السجل وطبعا أشرف على تدريب النادي في توريا شتوبال في البرتغال ومع منتخب البرتغال تحت 20 سنة حرز بطولة أوروبا لأول مرة طبعا وجها لوجه مع السلوفيني كاتانيتش مدرب منتخب ضرغام إلى الأمام للعراق زين علي مراقب محاصر يرفون خطوة بايش مهدي كامل إلى عطوان مرة أخرى للعراق عملية تمرير مهاوي والتماس للبحرين تماس لمنتخب البحرين وليد الإحيام 28 سنة 62 مباراة دولية يلعب بنادي المحرك والمحرك بينما في العراق الشرطة والقوة الجوية والزورة راجع الكرة بالوسط محمد عبد الوهاب عيسى موسى والخطأ حرة مباشرة لعيسى موسى صاحب 31 سنة مدربين اللي أشرفوا على منتخبنا في بطولة غرب آسيا عدنان حمد مدرب القدير 2002 2004 ستانجي الألماني 2007 فيرا و 2010 الألماني سيتكا 2012 العراق المميز 2007 فيرا و 2010 الألماني سيتكا 2012 العراق المميز حكيم شاكر وفي 2013 المثابر مطنش هذا مطنش لكن علي دائي النجم الإيراني الكبير الوحيد اللي فاز بالبطولة يعني كلاعب في 2004 وكمدرب في 2008 عملية تمرير محمد عبد الوهاب تقطع الكرة عطوان مهدي جمل العراق مهند لغاية الآن ما شاهدنا تماس الآن منتخبنا أفضل من المنتخب البحريني أكثر حيازة أكثر وصول أكثر خطورة محاولات لكن نحتاج بايش عيد الكرة لناطق سعد ناطق عملية تمرير لأحمد إبراهيم رسالة للجميع هاي ملاعب هذا جمهور هذا تنظيم
للفيفا اتحاد الآسيا للجميع. مهاوي عيد الكرة للعراق، تغيير جيد إلى الجهة اليسرى، ضرغام إسماعيل، ضرغام داخل منطقة الجزاء ومتابعة من مهدي، مهدي كامل هجوم للعراق، مهدي مهدي عالية مهند خطيرة لكن سهلة جدا لسيد محمد جعفر قائد المنتخب البحريني. 114 مباراة دولية لاحظ الرأسية من مهند لكن سهل سيد محمد جعفر. غياب طبعا لإيران صاحبة الألقاب الأربعة ولقطر صاحبة اللقب الأخير، بينما لقب وحيد للعراق وسوريا والكويت. عاد سوريا والكويت ودع، فرصة جيدة لمنتخبنا بلقب ثاني. ما يهمنا الإعداد الجيد للتصفيات المزدوجة، ما يهمنا كأس العالم وأمم آسيا، لكن غرب آسيا أيضا مهمة ليطمئن الجمهور على وضعية الفريق على وضعية المنتخب بهذه الأسماء الجديدة. بعض الأسماء يعني قدمت أوراق اعتمادها بشكل ممتاز، دي كاتانيتش، تحدث عن بايش، تحدث عن حسين علي، حتى بعض المدافعين اللي لعبوا لفترات، مشوان، ميتم، صفا. تماس الآن، هذا كميلي الأسود 25 سنة لاعب الرفاع، 41 مباراة دولية 3 أهداف، بينما هنا 22 عيسى جهاد. عيسى يلعب الكرة لعبد الوهاب، عملية تبرير، الانطلاقة مرة أخرى راجعة من المدافع، عملية تبرير، الانطلاقة مرة أخرى راجعة من المدافع من الحيام، إلى محمد عادل مرة أخرى، تلعب وليد مرة أخرى وسهلة جدا. هذا 13 محمد الرمويحي بالصورة، حاولة كانت لكن سهلة لجلال حسن. 7-7 عيسى موسى مع بايش بالكرة إلى اليسار، ضرغام الانطلاق الآن وإلى ركلة ركلة مرمى للبحرين. هذا وليد الإحيام 28 سنة لاعب المحرك، بينما هنا سيد محمد جعفر أحسن حارس مرمى في البطولة الماضية، اختار الشباك يرد لثلاث ركلات من المنتخب الكويتي، ركلات جزاء ترجيحية في مباراة الثالث والرابع. هذا كميلي الأسود وطبعا تناول المياه وبالتالي فقدان سوائل كثير، وبالتالي اللاعب يحتاج إلى الراحة. أجواء جميلة، أجواء سعادة، طرب على المدرجات والكل حقنا طبيعي البسط
علم عراقنا الحبيب أن نلعب في البصل. هذا العراقي الأصيل الراقي، شوف بالعوائل الجميلة، حضور الجميل والجميع العوائل تحضر، الطفولة، البراءة، الشيوخ الكبار، النساء، كل مع المنتخب الوطني العراقي، كل لا نلعب إلا في البصل. الصوت خلي يوصل الفيفا صرخة من هذا المكان. احنا كم مرة نجحنا بعد ما نخوض امتحان آسيا وكل العروبة، وقسم من البرلمان زاروا البصرة ولقوها كل شوارعها أمان، سعودي وسوري وقطري، سعودي وسوري وقطري، والعالم شهد إلا بالبصرة لعبنا، ما نروح لأي بلد إلا بالبصرة لعبنا، ما نروح لأي بلد، شعب كامل ينتظركم، لا تخلفون الوعد. قدمنا الكثير للاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي، تنظيم رائع وعلى أعلى مستوى، شوف جماهير راقية، جماهير محبة، جماهير عاشقة، تشجيع مثالي، أجواء طرب، أجواء فرح، أجواء ممتازة. ما أعرف بعد ايش يردون الاتحاد الآسيوي والفيفا، ما أعرف. مهاوي انطلاقة للأسود للعراق، خطيرة، طلق هاوي، الله 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 الله، لكن سيد محمد جعفر صاحي خبرة 33 سنة، حلوة يا مهاوي، ما عليك، حاول مرة ثانية. محمد عادل، تسديدات 2 للعراق 1 للبحرين، حيام عيد الكرة، حاول من عبد الوهاب المالوك لاعب الخبرة، تدخل ممتاز من صفاء، قطع رائع، عطوان، الروح الرياضية، إيه نعم، السلام لعبد الوهاب المالوك 30 سنة 43 مباراة دولية، لاعب خبرة هذا، يعني خلال 33 لقاء ترى 0-0 قليلة جدا، يعني التعادل السلبي 5 مرات، أولها 83 وآخر 2014، لكن نؤكد آخر 5 لقاءات ما فزنا على الأشقاء البحار، يعني كان التعادل في آخر 5 مباريات، حتى بالواحد واحد فزنا بركلات الترجيح. كرة للدفاع البحريني، عملية تمرير خطة، راجع الكرة محمد عادل، اللي بعد هذه المرة من أحمد جيلان، محمد عادل التدخل إلى الأمام لسيد محمد جعفر، هذا مهاوي صاحب المحاولة الخطيرة على مرمى منتخب البحرين، الاتحاد البحريني تأسس عام 1951، انضم للفيفا 66، أفضل إنجاز لهم رابع على آسيا في 2004، سلمان عيسى الأكثر مشاركة ب 156 مباراة، إسماعيل عبد اللطيف هداف الفريق ب 43 هدف، أقصى خسارة من العراق 10-1، أكبر فوز على إندونيسيا 10-0، كانت محاولتهم طبعا في 2006 أفضل محاولة وصولها كأس العالم، لعبوا الملحق مع ترينيداد وتوبوغو، عادلوا هناك بالواحد واحد لكن خسروا للأسف في البحرين بهدف، هذا وليد الإحيام، حاولة خطيرة الآن،
سهلة جدا. حتى المدافع ما يلعب بهذه الصورة. محمد عبد الوهاب لاعب نادي الحد. مهاوي بالصورة. جلال حسن إلى الأمام. الخطأ الآن. هذا وليد الإحيام. بينما هنا سوزا هيليو سوزا مدرب البرتغالي. هجوم الآن. عيسى موسى من اليسار والراية وضربة حرة غير مباشرة لنا. هذا الحكم المساعد الأردني محمود أبو ظاهر. أعتقد ما كان تسلل في اللقطة الماضية. عملية التمرير. حسين علي مميز. مهدي إلى اليمين. هاوي 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 مهدي هاوي بعد عن ركلة جزاء إلى خارج الملعب. حلوة لليسو حلوة لمنتخبنا. خلي نحاول مرة ومرتين. اصطدت بأحمد مغمار لكن صفاء بعيدة إلى ركلة مرمى لمنتخب البحرين. آخر لقاء جمعنا بالأشقاء البحرينيين كان يجي 23 في الكويت 2017 بال1-1. مهند عبد الرحيم الموجود بالمباراة سجل وجمال راشد للبحر. مساعدين أليتش كاتانيتش مارتن وفلادو ونهاد مدرب الحراس. هي فرصة جيدة لكاتانيتش يعني تحصل لك 5 مباريات تكون مباراة إعدادية ومباراة بطولة. إلى الأمام والاستقرار على التشكيلة الأساسية اللي راح تدخل بها التصفيات. مكسب للعراق والمدرب أيضا اكتشاف لاعبين جدد. أيضا البحرين وسوزا تكلم بهذا الموضوع. جماهيرنا الوفية الإعلام العراقية فرح طرب عيد على المدرجات. أحمد مغمار عملية تمرير بالوسط. محمد عبد الوهاب يلعب الكرة. محمد خطيرة 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 وجول للبحرين. عيسى موسى يسجل الهدف الأول للبحرين. عيسى موسى بالدقيقة 38 يفتتح التسجيل. مهاوي يتحمل خط الدفاع يتحمل ما يترك هذا اللاعب. فرحة الأشقاء البحرينيين. وعيسى موسى بالدقيقة 38 يفتتح التسجيل للمنتخب البحرين. لاحظ عملية التمرير ولاحظ المالود لعبد الوهاب وغير مراقب تماما. لا لا لكن وقت طويل ممكن أن نعود ممكن أن نعدل. البحرين تسجل عن طريق طبعا عيسى موسى. هدف أول للمنتخب البحريني بخطأ يعني كارثة من دفاعاته. هجمة وحيدة للبحرين ويسجل هدف. العودة ممكنة للسود. جلال أمامية الكرة. وليد الإحيام بالوسط. مهدي
الانطلاق الآن من صاحب الهدف عيسى. 6 دقائق تبقية، ممكن يا شباب نعود، عندنا شوط ثاني نعدل الأمور. حرة مباشرة لمنتخب البحرين، علي رحم عيد الكرة لسيد محمد جعفر، أمامية من سيد محمد جعفر، ضرغام قريب، بايش إبراهيم، الانطلاقة من هناك والتدخل والخطأ على محمد عادل. حرة مباشرة للعراق، ممكن يلعب ده يا شباب، ممكن يلعب، نهدأ ركز نعود إن شاء الله. ضرغام قريب، شوف التدخل من محمد عادل، سيد جعفر، سيد محمد، سيد جعفر، وضرغام إسماعيل، ضرغام يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، هو مسك من سيد محمد جعفر، حارس خبرة 33 سنة، 116 مباراة دولية، هاي الكرات العالية يكون مترهي. أمامية من البحرين، خطأ الآن للعراق، ضرغام قريب، كرة اللعب من هناك، بايش إبراهيم مع حسين علي، قطع من أحمد بوغمار، تماس الآن، راجع الكرة لبايش داخل منطقة الجزاء، داخل منطقة الجزاء مهند، والإبعاد من الإحياء، عيسى موسى يعتمدون المرتدة هاي عليها بطاقة، لا لا بطاقة، بطاقة على مهاوي. حرة مباشرة منتخب البحرين، أول بطاقة صفراء على علاء مهاوي، تدخل يستحق البطاقة مع عيسى موسى صاحب الهدف. ست أخطاء، 4 للبحرين، سوزا مدرب البرتغالي، مدرب البحرين، يعني انطلق انطلع ابدا صفرة يا سوزا بعد شنو. خطأ الآن، حرة مباشرة، حرة مباشرة لمحمد عبد الوهاب، لا كتنيتش ولا سوزا راضين على على تركي الخضر، حكم الدولي الألسن. أصعب مهنة في عالم الرياضة من الكرة أن تكون مدرب، تعيش أجواء ضغوطات، وبالتالي دائما المدرب يكون هو الحلقة. حرة مباشرة للبحرين، البحرين منتجين، الانتاج اللي يتكلم عنه من هجمة واحدة سجلوا هدف، جلال حسن تنظيم الجدار، خطيرة للبحرين في مكان خطير، محمد عبد الوهاب لاعب الحد 24 سنة، وإلى ركلة ما نفذ كميل الأسود لاعب الرفع هو من نفذ الكرة، بينما هنا البرتغالي سوزا، جلال يلعب الكرة لأحمد إبراهيم، دقيقة الأخيرة على شوط المباراة الأول، يا من تتابع العراقية الرياضية.
بتدخل قوي. سلام لإدرغام إسماعيل. كتنج نظرة درب منتخبنا على اللقاء. ثلاث نسخ من هذه البطولة يكون البلد المنظم هو البطل. إيران مرتين 2004 و2008، قطر مرة في 2013، ولا نهائي وصل لركلات الجزاء. هذا العمدة نجم المنتخب الوطني العراقي، مدرب منتخب ناشئ العراق عماد محمد، لكن عملاق بصفه هشام عطى عجاج، اللاعب الدولي السابق والإدارة النادي وعلى أيام هشام الملع وزير الشباب أحمد العبيدي، سيد اياد بنيان، الشخصية الرياضية المرموقة، أفضل رئيس نادي أتى للشرق اياد بنيان. الدولي السعودي ترك الخضير تنوي هذه الرأسية طبعا لمهدي كامل. نهاية شوط المباراة الأول بتقدم المنتخب البحريني الشقيق بهدف لعيسى موسى، أتى بالدقيقة 38 من عمر المباراة. لنا عودة بعد فترة الاستراحة إلى اللقاء. شركة أنوار إحدى شركات المهندس عبد الله عويز الجبوري الرائدة في إنشاء الطرق والجسور. للزملاء المعلمين
ورعد ناهي وجمال الدراجي. إذن الشوط الأول لمباراة ختام بطولة كأس آسيا أو كأس غرب آسيا التاسعة بكرة القدم، الشوط الأول ينتهي لصالح منتخب البحرين بهدف دون رد. الهدف سجله عيسى موسى في الدقيقة 39، حقيقة فقر فني وأداء تكتيكي غير منتظر لمنتخبنا الوطني في الشوط الأول. لم يقدموا أو لم يقدم لاعب أو دقيقة صار بين صفاء وبين أمجد عطوان لم تكن بالمستوى المطلوب. صفاء من اللاعبين اللي يحب يلعب بدون ضغط، أمجد عدوان لديه قدرة على الانتقال والعمل في المناطق الضيقة. الآن معكوسة، صفاء للأمام وأمجد للخلف. هذه الأمور نعم، هذه إذا نشوف الدقيقة يعني دقيقة 10-7 صعودا راح نشوف أنه أدينا جملة تكتيكية من أروع ما يمكن، تدوير الكرة من اليمين إلى اليسار للاعبي الوسط ثم نقل الكرة إلى الجانب الآخر إلى حسين ينتظر برغام يربط كرة خطرة من أفضل ما يمكن. هذه الحالة اللي أنا أستغرب ليش ما نعيد مثل هذه الجمل. شوف كم مناولة لحد الآن صار 4، هاي 5-6. شوف يعني احتفاظ بالكرة بشكل جيد. شوف نعم الآن شوف هاي الكرة، شوف هنا الانتظار. الكرة أنت مجبور أنه تقدم جهد أكبر، جهد مضاعف حتى نعم تستعيد فريقنا. شوف كرة القدم بهيك ملاعب وبهيك أجواء معاملات السرعة لازم تكون أقل. يعني الفريق اللي يعتمد على طريقة التحمل باللعب وإجراء بعض السرعات هو الفريق اللي ينجح. نجح الفريق البحريني اللي مرة واحدة وصل للهدف عن طريق السرعة. إذا تراجعون كرات بطيئة كانت أخير بالثلث الهجومي صار الانتقال السريع مكان علاء مهاوي وبالتالي استفادوا من السرعة. معناته يعني ما يصير ضرغام يركض 40 متر 10 مرات متتالية أو علاء مهاوي يركض 10 مرات على الخط 30 متر. هذه تجهد اللاعب وتقلل من الواجبات الأصلية. كابتن حسام، احنا تحدثنا في بداية الاستوديو التحليلي وقلنا بأن الحماسة الزائدة أو السرعة غير المحسوبة في مثل كذا مباريات تمتع بأجواء حماسية عالية، هناك رطوبة عالية في الملعب، قد ما تؤدي نتائجها النتائج المتوخاة منها، وهذا ما حصل منتخب الوطن العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دخلة المباراة كانت مو بصالحنا، يعني دخلتنا كانت للمباراة الفريق البحريني كان أكثر صبر، يعني الشاهدة ما اندفع، الهجوم كان منضبط يحافظ على خطوطه مترابطه، دائما يحاول انه يقطع الكره ويمرر الكره بدون ما يجري، يعني يحاول انه يمرر الكره اكثر ما يجري هو. منتخبنا على العكس كان حماسه زائد،
الفريق العراقي كان في 3-3 الملعب في 3-3 الملعب فقط في الثلث الوسطي كان مميز جدا. والنقطة اليوم اللي لفت انتباهي علام هاوي اليوم كان مفتاح, يعني ظهر كل مباراة عندنا يظهر حسين علي هو مفتاح اللعب, اليوم علام هاوي هو كان مفتاح اللعب, بس مع الأسف من كنا نوصل للثلث الهجومي كنا نفتقد إلى التصرف الصحيح أو للنهاية الصحيحة بعملية التمرير أو التسديد أو المناولة الثنائية مع عدل الكرة اللي أسلف وتكلم عنها كابتن نزار دقيقة 7 حتى جدا, يعني كان يضرب خطي الوسط مناول المهاجم محمد الرميحي, وهذا احد اساليب بناء اللعب من الخلف, يعني لا عكس احمد ابراهيم وسعد ناطق ما كانوا مميزين بناء اللعب من الخلف. الرشاقه وعمليه الاحتفاظ بالكره ولعب مناوله كانت افضل للفريق البحريني, عندهم لاعبين مميزين خصوصا اللاعبين يلعبون بقدم اليسار كميل واللاعب محمد عيسى موسى المصراوي. عملية تسجيل الهدف كان بيها مشكلة بالرجوع إلى تغطية الدفاع خصوصاً من مهدي كامل, أعتقد مهدي ما عنده هاي الأدوار اللي قدر يغطي يرجع يغطي. الشغلة الثانية أني تمنيت على جلال حسن أنه ما يخرج هذا الخروج, يعني بصراحة كان خروجه غير موفق, خروجه كان لا هو واقع منطقة الهدف وغالق الزاوية ولا هو طالع علي يعني ورابك المهاجم, وقف بالنص في منطقة يعني يسهل على المهاجم أن يسدد, وسدد هو في مكان وقوف جلال حسن, يعني في المكان اللي ساد به الزاوية سدد بقوه, والمكان يعني المفروض لو يرجع لي ورا شوي, انا ما اعرف هالقد بتمركزات الحراس, لكن كان عليه انه لو يطلع عليه يقرب المساحه ويغلق يواجهه, لو يرجع في خط المرمى ويسد المرمى يعني يوقف في منطقه قريب العمود, يعني على الاقل تقدير في نص متر يوقف. كابتن احمد, هل هناك اخطاء تكتيكيه في الشوط الاول؟ كان السيد كاتنش غفل عن حساب حسابها أو معرفة آثارها السلبية على منتخبنا؟ نعم, مساء الخير مرة ثانية. يعني ليش ما ظهر الفريق العراقي بالصورة اللي كنا نتمناها؟ نعم. مو مثل مثلا مباراته مع اليمن. السبب الأول طبعا اليوم هو لعب بفريق يختلف عن كل الفرق اللي قابلها سابقا بالبطولة. فريق منظم, تنظيم عالي جدا. الأخطاء التكتيكية اللي كانت واضحة اليوم, احنا عندنا ضعف في بناء الهجوم, بناء الهجمة من منطقتنا, من المنطقة الدفاعية, يعني أحمد إبراهيم وسعد ناطق ما قدروا يبنون ولا هجمة صحيحة من الخط الدفاعي. أولا لأنه ثلاثي الأمام البحريني دا يضغطوهم ودا يجروهم يلعبون طويل. السبب الثاني وسعد ناطق, فيعني توقيت, يعني توقيت الصعود خاطئ بالنسبه لهم. دائما دا يكرروها. اضافه الى نقطه مهمه اللي يتكلم عنها الكابتن نزار, انه تبادل الادوار بين صفاء هادي وامجد عطوان, يعني هي ميزات, كل لاعب عنده ميزه. يعني هذه ميزه هذا اللاعب تختلف عن هذا, من تبدل الميزات راح يصير عندك خلل, والخلل واضح جدا. ما قدرنا نداور الكره بيناتنا, يعني كم مره اليوم اذا باوعنا الشوط الاول كم مره صفاء ومجد عطوان لعبوا الكره مع بعض؟ نعم. ماكو مره. ايضا مكان اللاعبين بارض الملعب, الادوار, يعني اليوم احنا كنا نعرف مهدي كامل لاعب ما يمتلك السرعات بالجري, سرعات اللي 20 متر 30 متر. فصعب تخليه على الجانب, يعني شفنا مثلا الأداء الهجوم المهاوي أعلى من مهدي كامل. طيب
خطر اكثر من مهدي كامل. لازم يفترض ان يكون مهدي اكثر. مو المفروض مهدي هو يكون اكثر. اريد اسمع ايضا راي الكابتن بسام رؤوف. بالتاكيد سجلت العديد من المباريات. نعم نقاط استاذ احداث الشوط الاول. استاذ حسن احنا كل المباريات دائما ما يكون اكثر واحد فاعل بيها يعني هو حسين علي. له دور في ولا بصمه في حتى بنهايه كل فينيشن كل هجمه. اليوم حسين علي حقيقه يمكن تكلمنا بالبرنامج وقال كابتن حسام قال المنتخب البحريني فريق قوي منظم وإلى الأرجحية. الأرجحية جت عن وعي طبعا لما تكلم بأنه الفريق ما يعطي فرص حقيقية غالق المناطق دافع من البداية. لسؤالك اللي كان الأخير إلي كان بأنه شلون راح نبدي إحنا وهم شو راح يبدون. دافع من منتصف الملعب غلق المناطق خلق زيادة عددية في وسط الملعب ما أعطى مساحات كبيرة إلى لاعبينا. عندنا لاعبين جيدين احنا شاهدنا مهند غائب يعني حاضر مهند عبد الرحيم اللي مهاجم حقيقة بكرة واحدة فقط يمكن من الجانب كان أما الأدوار الأخرى إبراهيم بايش كان غائب تقريبا اليوم أيضا بحالة حالتين ووضع البدني حتى احنا شعرنا بأن وضع البدني غير طبيعي وضع غير مستقر. لذلك أنت عندك عناصر الفاعل الهجومية هي غير فاعلة اليوم. أنت جاي فقط الفاعل هو بناء الهجمة فقط على أمهاوي. لذلك أنا أعتقد المنتخب البحريني عنده عناصر جدا ممتازة وفاعلة في وسط الملعب أمهاوي في الأطراف. شاهدنا بأنه أيضا عبد الوهاب المالود شاهدنا كميل الأسود اللاعب أيضا المهاري هنالك عناصر فاعلة أكثر فاعلية من جماعتنا إلى الأمام. أعود للشوط الثاني وأحداثه تتوقع أكو تغيير راح يحدث؟ أنا أعتقد بداية العشر دقائق الأولى يجب أن يحصل تغيير على مستوى لاعبي خط الوسط. إحنا نتكلم الهجوم يعني اليوم إحنا أدوار دفاعية بحتة بالنسبة للصفاء وكذلك بالنسبة أمجد لكن الأدوار الأخرى ما شاهدنا عملية تدوير مرة مرتين وتوقفت عملية تدوير. أعتقد بأنه الأجواء الحارة أثرت لكن الدفاع العالي وعدم تقنين الجهد هو أثر بشكل كبير. تمركز اللاعب وتوظيفهم أثر أيضا لذلك اعتمدنا على بعض الكرات هو وقت التدخل المدرب. نعم. يعني هو هي الفترة اللي يجب أن يتدخل بها المدرب. الخطأ الأكبر اليوم ارتكبناه إنه إحنا لعبنا بكل الملعب وإحنا ما نقدر نلعب بكل الملعب. نعم. مستحيل نقدر نلعب بكل الملعب. شفنا بالدقيقة يمكن 5 أو 6 سيد كتنشي أشر للاعبين إنه ضيقوا المساحات لأنه إحنا ما عندنا القدرة نلعب كل الملعب. يعني اليوم المسافة بين ضرغام ومهاوي تقريبا 70 متر. طيب. نفس الشيء بين حسين علي ومهدي كامل فصعوا. الآن في غرفة الملابس الآن هو وقت تدخل المدرب لأنه إحنا عندنا مشاكل. بس نقطة سريعة جدا محتاجين إلى مهاجم محطة ثانية بالضبط. مع المهاجم بالضبط. هذا راح يكون مؤثر أكثر من لاعب صانع لعب. ذات السؤال كابتن نزار منتخبنا ماذا يحتاج لأن يعود للمباراة؟ أعتقد زيادة لاعب لديه قدرة على الانتقال إلى الأمام يعني يرفع واحد من لاعبي الارتكاز لأن ما محتاجهم يلعب واحد في منطقة الوسط ويلعب واحد إلى الأمام. طيب حسام يعني لم يتبقى لديه الكثير. أنا أتمنى يلعب مهاجمين أو 3. طيب إذن نعود مرة ثانية إلى ملعب المباراة وأحداث الشوط الثاني لمباراة ختام بطولة غرب آسيا 9 بكرة القدم بين المنتخب الوطني العراقي والمنتخب البحريني. والكلمة للزملاء المعلقين علي لفتة رعدناه جمال الدراج. آسيا السل غرب آسيا 9 في العراق بين العراق والبحرين لمن التحق بنا الآن. طبعا الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب البحرين المنتخب الشقيق بهدف عن طريق عيسى موسى بالدقيقة 38. الدولي السعودي ترك الإخضر وبداية شوط المباراة الثاني الأشقاء البحرين على يسار الشاشة بأزي الأحمر بالأخضر السود منتخبنا. ربما هناك تغيير بصفوف
منتخب البحرين. ورقة أولى للسيد سوزا المدرب البرتغالي للبحرين. سيشرك لاعب بورقة أولى. الشوط الثاني كل التوفيق لسود الرافدية لمنتخبنا بالعودة. والتغيير سيحصل الآن. إذن شوط المباراة الثاني البحرين بهدف عن طريق عيسى موسى. منتخبنا على ما يبدو بنفس الأسماء. وعلى عباس يشترك بديلا لمهند علي في ورقة أولى للسيد كاتانيتش. تدخل من المدافع البحريني. منتخبنا سيكون جلال حسن بحراسة المرمى. على مهاوي سعد ناطق أحمد إبراهيم درغام إسماعيل بالدفاع. هنا التدخل والبحث. أمجد عطوان إبراهيم بايت صفاء هادي. عطوان إبراهيم بايت صفاء هادي حسين علي مهدي كامل وعلى عباس في المقدمة. منتخب البحرين بتشكيلة الشوط الأول سيد محمد جعفر بحراسة المرمى. وليد الإحياء أحمد جيلان وأحمد بوغمار ومحمد عادل. هناك عبد الوهاب المالود محمد عبد الوهاب محمد الرميحي علي رحم عيسى موسى وكميل الأسود. عمليات تغيير الشوط الثاني. راجع الكرة سعد ناطق إلى الأمام. الهجوم الآن وأقرب لسيد محمد جعفر. نهائي غرب آسيا بالنسخة التاسعة. سامي الحسيني صاحب 29 سنة لاعب الرفاع. الهجوم الآن لمنتخب البحرين. تمريرة من المالود قطع للكرة للعراق. من هناك بايش إبراهيم طولها. تاج إلى التركيز وإلى الهدوء. بدلائنا بالصورة. الحيام عالية الكرة قطع من أمجد عطوان بساحة لعب المنتخب البحريني. منتخبنا يحاول بالضغط منذ بداية الشوط والعودة إن شاء الله. أمامية الكرة من سعد. ابعاد من الدفاعات البحرينية تصل هذه المرة. مهدي حاول وحسين علي والخطأ أو التماس للبحرين. كرة اللعب مع هذا الهدف يكون عندنا 34 هدف في البطولة ب 17 لقاء بمعدل. اي نعم 2-3 1-0 لعلاء حبيل. ايام الاسماء الجميله للبحرين طلال يوسف وعلاء حبيل محمد حبيل سلمان عيسى حسين علي بيليه وسالمين. كره للعراق على عباس داخل منطقه الجزاء والابعاد وربما الرايه. أبو ظاهر لا 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 بهذه اللقطة لا يا أبو ظاهر لا يا الأردني لا يا النشمي. أعتقد ما كان تسلل باللقطة الماضية.
هذا صفاء هادي صاحب التمريره الجميله امامي الكره نادي المنامه. هنا وليد الإحيام تماس للبحرين عملية تمرير قطع من عطوان غياب التركيز والاستعجال باللاعبين هدف يعني يأتي بالهدوء بالتركيز بالتنظيم الجيد تماس الآن لمنتخب البحرين أول لقاءات طبعا التصفيات المزدوجة ستكون في المنامة يوم 5 أيلول انطلاقة من حسين علي كرة في المنامة يوم 5 أيلول انطلاقة من حسين علي كرة للعراق شوية نسرع الرتم عطوان تبريرة جيدة من هناك بايش وبعدين يا بايش إبراهيم بايش ثالث كرة يا بايش لاعب القوة الجوية انطلاقة للعراق صفاء عيد الكرة مهدي هاوي لصفاء أمجد عطوان بساحة لعب منتخب البحرين تغيير إلى اليسار ضرغام اسماعيل استقبال جيد حاول يمر ضرغام راجع الكره لاحمد الى ضرغام خطيره للعراق وسيد محمد جعفر قال لكم الكرات العاليه سهله جدا على هذا الحال لعب الكره بشكل جيد احمد ابراهيم عمليه نقل الكره صفاء هادي سود الرافدين أمجد عطوان عملية تمرير لضرغام إسماعيل من اليسار هجوم للعراق الآن حسين علي مع أحمد بوغمار ضرغام تسديدة لكن سهلة الكرة إلى الحارس نج غير راضي عصبي رابع مدرب أجنبي يقود المنتخب العراقي في غرب آسيا بعد ستانج الألماني وستكا وفيرا إنما هنا سوزا يعني يدوب 45 يوم مع البحرين غيابات البحرين هذه البطولة عبد الله يوسف اللاعب المحترف في سلافيا براغ التشيكي هناك لاعبي المحرك يستعدون لأبطال العرب تتحدث عن عبد الوهاب علي وجمال راشد وأحمد الشروقي عندهم للإصابة حمد شمسان وسيد رضا عيسى إن هذه الأسماء تؤدي مباريات ممتازة وهذه المجموعة هي التي ستمثل البحرين في التصفيات المزدوجة كأس العالم وأمم آسيا مهدي كامل أمامي الكرة ضرغام قريب كميل الأسود حصل الكرة خطيرة داخل منطقة الجزاء إلى الركنية خطيرة الكرة كانت من محمد الرميحي شوف منتخب البحرين يعتمد على الهجمات المرتدة وبالتالي لاحظ وحلوة لجلال يبعد الكرة ركنية للبحرين عالية الكرة داخل منطقة الجزاء الإبعاد من مهدي سين قريب راجع الكرة من الرميحي وأقرب إلى جلال جون مرتد يكون أسرع له كن أسرع حسين علي حسين ينطلق من اليمين مع بايش ممكن إلى اليمين بايش رهيب قريب جدا لمهدي لا يا علاء ما عليك يا علاء يا عباس
كان ممكن تاخذ الكره بصدرك. كاتانيتش زعلان، لاحظ لاحظ لعلاء، كان ممكن يكون بشكل افضل. ضاعت الفرصه، شوف صفاء يقول له وياي حاولة جيدة لمنتخبنا عن طريق العباس. العراق بالتصنيف الدولي 77 بينما البحرين 109. جماهير العراقية الكبيرة المؤازرة، ابعاد من عادل، محمد عادل جوب للعراق، ضرغام ضرغام ضرغام، الله 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 الله، علت العارضة بقليل على عباس، كان ممكن بهذه الكرة. حلو من الغاب اسماعيل، حلو المنتخب، حلو المنتخب، حلوين الاسود، يلا يا شباب، ممكن 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 نصل شباك البحرين على عباس. نشط خط المقدمة، اخطر مرمى البحرين. 10 دقائق مرت، شوط المباراة الثاني، هجوم للعراق الآن، هاوي على التمرير الآن، انطلاقة تماس لمنتخبنا، قطع من وليد الإحيام بنفس سيناريو شوط المباراة الأول، ضغط عراقي، عطوان عملية تمرير، حسين علي حاول يمر، مرور شوفها بالإعادة، صعبة فيها وما فيها. ضربة حرة غير مباشرة، جماهير عراقية تساند الأسود للعودة، والعودة إن شاء الله قريبة، إن شاء الله نسجل، إن شاء الله نعدل على هذا الأداء ممتاز. ناطق عيد الكرة لجلال، نعدل على هذا الأداء ممتاز. ناطق عيد الكرة لجلال، أمامية الكرة من هناك، وليد الإحيام بها الوسط، علي رحم أمامية، كميل الأسود، ضرغام قريب، حسين أسرع، هجوم للعراق، حسين تمريرة، مهدي إلى بايش من اليمين، معك مهاوي، حلوة 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 لمهاوي، الله إلى الركنية، حلوين منتخب أسود، ممكن أن تعود، حلو منتخب، خطورة، هدف قريب، مو بعيدين مو بعيدين، جماهيرنا الوفية والإعلام العراقية والجميع عالية، الكرة داخل منطقة الجزاء، بعد من الدفاعات البحرينية، مهدي عملية التمرير، راجع الكرة، المنتخب العراقي يحاصر المنتخب البحريني، عطوان إلى الأمام، من هناك الكرة، حاول داخل منطقة الجزاء على قريب، الإبعاد من بوغمار، من بوغمار داخل منطقة الجزاء، هو ترك الغرار يقول لا وجود ليش، حكم الدولي السعودي لاحظ بهذه اللقطة، أوه بهذه اللحظة تترك الأستاذ حكم الدولي السابق على عبد القادر هذه اللقطة. ضرغام يلعب الكرة بها الوسط، أمجد عطوان عيد الكرة، ومرة أخرى لكن خطرها يا أمجد، يمر بشكل ممتاز، حلو من عطوان إلى ضرغام، انطلاقة من ضرغام إسماعيل،
قاطع من دفاعات البحرين. هذه المرة المالود بالوسط، تصطد هذه المرة بأحمد جيلان. من هناك الانطلاقة من اليسار والكرة إلى ركنية لمنتخب البحرين. هذه الكرة الجميلة على عباس. ساعة من اللعب، 60 دقيقة، ليا من تتابع العراقية الرياضية في كل مكان ومستمعي إذاعة جمهورية العراق. تقدم للبحرين بهدف عن طريق سامي عيسى لترك اللقاء. عالية الكرة للمنتخب البحريني في نهائي بطولة غرب آسيا 2019 في كربلاء في العراق، بالنسخة التاسعة. ضرغام قريب، شكر موصول رئيس الاتحاد البحريني الشيخ طبعا علي بن خليفة اللي قال نحن مع العراق واللعب في البسط. موقف مشرف للشيخ طبعا علي بن خليفة، يقول سنلاقي العراق في البسط. هذا ابو ظاهر في هذه اللقطة، والله ما ظاهر التسلل بها متأخر، كان احمد نبيل اقرب. صفاء امامية على عباس، بلية التحضير مع عطوان قطع للكرة. اقرب الان لاحمد ابراهيم، اتخذنا افضل انطلاقة من اليسار. بايش غير من اليمين الى اليسار، مهدي ابراهيم بايش، حاولة خطيرة مهدي للعراق، عالية الابعاد من احمد مغمار، مرة اخرى للعراق، خطيرة خطيرة خطيرة، ابعاد من الحيام الى ركنية ربما او تماس، تماس لمنتخبنا. منتخبنا افضل من البحرين بشوط المباراة الثاني. مهاوي عملية تمرير داخل منطقة الجزو، تسديدة راجعة مرة أخرى لدفاعات البحرينية. تعود الكرة هاوي والإبعاد من دفاعات البحرين، راجعة لأحمد إبراهيم. يجب أن نكون حذرين من الهجمات المرتدة لمنتخب البحرين. جلال إلى ضرغام إسماعيل، انطلاقة للعراق مع بايش، مع بايش ضرغام قريب يغير راية، إبراهيم بايش يلم الكرة بشكل ممتاز، ينتظر ضرغام، ضرغام ضرغام ضرغام، والإبعاد من أحمد نبيل أو بغمار إلى الركني، ركنية للسود، ركنية للعراق. منتخبنا أفضل من المنتخب البحريني شوط المباراة الثاني. ضرغام إسماعيل، ضرغام يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء بعد من دفاعات البحرين، راجع الكرة التسديدة لكن سهلة لسيد محمد جعفر، تسديدة من حسين علي. تصل لسيد محمد جعفر، العراق لعب في هذه البطولة 30 مباراة، 16 انتصار 9 تعادل 6 خسائر، سجل 38 وعليه طبعا 21. رزاق فرحان شوقي لاعب الدولي السابق، أكثر من سجل في هذه البطولة 7 أهداف، بينما البحرين تصور عزيزي المشاهد 4 مشاركات و6 أهداف، لكن إسماعيل عبد اللطيف هو الأكثر 4 أهداف، يعني من الستة 4 لإسماعيل عبد اللطيف وجيسي جون هدفين. أمامية الكرة، صفاء حصل الكرة، صافرة متأخرة ترك الخضير، حرة مباشرة لمنتخب
البحرين. تركي الخضير صافرة كانت متأخرة. خطأ الآن حرة مباشرة. لاحظ التدخل مع عبد الوهاب المالوت لاعب الخبرة. تنظيم على مستوى نجاح وحلوة لهذا جمهورنا الكريم. يعني بعد غياب 30 سنة غياب العراق عن التنظيم للبطولات ما جت على قدم اليسرى ومميز باليسرى. لاحظ برأسية ممتازة كانت ممكن عدل. ضاعت على العراق. أتمنى أن ما نندم على هاي الفرص. شارك ثامن العراق. شارك ثامن العراق في 7 مشاركات سابقة. لقب مرة، الوصيف مرتين، الثالث مرة والرابع مرة، وثلاث مرات خرجنا من الدور الأول. جلال عملية تبرير بالوسط المالود. الأسود عيد الكرة راجعة لمحمد عادل بالوسط الرميحي. تقطع الكرة. عطواني يعيدها. أحمد إبراهيم. المحاولات مستمرة على مرمى المنتخب البحريني. تغيير إلى اليمين لسعد ناطق. صفاء هادي أمامية من صفاء. بايش قريب. القطع من عادل. قريب القطع من عادل. كرة بالوسط. حمد الرميحي قطع للكرة لإبراهيم. أسرع إبراهيم. معك مهدي. حلوة لمهدي. كامل للعراق والإبعاد هذه المرة من أحمد نبيل. قطع جيد من منتخبنا أحمد إبراهيم وتماس لمنتخب البحر. هذا أحمد إبراهيم. تغيير هجومي آخر. واضح النوايا. راح نلعب بمهاجمين اثنين. ايمن حسين يشترك بديلا لمهدي كامل. سيلعب بعلاء عباس وايمن حسين بالمقدمة. 24 سنة لايمن. 20 مباراة دولية. ده هدف وحيد على دولة الامارات العربية المتحدة. انا فترة احترافه بالنسبة لي أيمن مع صفاقس التونسي. إلى الأمام للعراق بعد من المالوت. تماس للعراق. نبقى بنفس الرت بنفس الضغط ونحاول على مرمى البحرين وإن شاء الله نصل إلى مرمى البحرين. سعد لأحمد إبراهيم. كرة للعراق. أحمد لمنتخبنا. نفعل الجهة اليمنى لأن أحس الجهة اليسرى أنشط لمنتخبنا. مهاوي عالية خطيرة على عباس المرة الأولى يا علاء. قطع من منتخب البحرين. تصل لسامي. عيد الكرة إلى الإحيام. سهلة جدا لعطوان. عطوان هجوم للعراق مع بايش. أمجد. الله حلوة من عطوان. حلوة يا أمجد. تسديدة ممتازة من أمجد عطوان. الله الله الله. مرت أوه. حاولة ممتازة للأسود. ممكن كان أمجد بهذه الكرة. محاولة جيدة من أمجد عطوان.
أمامية من منتخب البحرين. قريبة من هناك حسين، حلوة يا حسين. حسين علي سيطر على الكرة، راجعة للناطق سعد لأحمد إبراهيم، راجعة للناطق سعد لأحمد إبراهيم. أحمد بساحة لعب المنتخب البحريني وإلى التماس، طالت على ضرغام إسماعيل، هذا أحمد إبراهيم والتماس لمحمد عادل. البحرين لأول مرة في تاريخه تصل المباراة النهائية. ثلاث مدربين عرب أحرزوا البطولة، العراقي عدنان حمد مع العراق، سوري حسام السيد مع سوريا، والجزائري طبعا جمال بالماضي مع منتخب قطر بالنسخة الأخيرة. بينما ثلاث مدربين إيران، وهناك صربي غوران مع الكويت، وهناك إيفانوكوفيتش كرواتي مع المنتخب الإيراني. عملية تمرير أمجد، هجوم للعراق بساحة لعب منتخب البحرين. صفاء تمرير ممكن مع ضرغام، يغير رايه أمجد عطوان، أمجد هو راح قدم لكن إلى التماس للعراق. محمد عادل، إلى متى يتحمل الدفاع البحريني هذه الهجمات؟ صفاء مع ضرغام ممكن بهذه الكرة، ضرغام 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 ضرغام، والإبعاد من الحارس. أمجد قريب، أحمد إبراهيم، صفاء هادي، محمد عادل، تصطد بدفاع البحرين، ضرغام قريب، والتماس الآن لمنتخب البحرين. كتنج اترك الحكم وفكر باللقاء، هاي لمسة يد واضح. محمد عادل، ترك الخضير، تركيا يا كتنج فكر بالمباراة. كرة اللعب تقطع من منتخبنا المالود مرة أخرى، أيمن حسين قريب، بايش أيضا قريب، بلعوبة لعطوان لبراهيم قريب، بايش أيضا قريب، بلعوبة لعطوان لبراهيم بايش، خطر للعراق الآن داخل منطقة الجزاء، وإلى ركلة على عباس، ركز يا علاء، رأسية هذه واحدة من ما لا تكل بالدوري. على عباس، اعتقد كان بيها ركنية آخر من لمس المدافع، ربما توقف، اي نعم، بالسلامة للاعب البحرين علي رحم. علي حرم 30 سنة لاعب الرفاع، علي حرم بالسلامة، داخلين على الدقيقة 75، يا من تتابع العراقية الرياضية في كل مكان، هذا جمهورنا الوفي، ملعب كربلاء الدولي على الآخر، جماهير عراقية وفية، جماهير عراقية وفية، تشجيع مثالي، تشجيع منضبط، رسالة للاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي،
ونجاح تنظيمي باهر. هذا وليد الإحيام. سيد محمد جعفر إلى الأمام، كرة بالوسط، الانطلاق الآن، الإبعاد من محمد عادل إلى التماس، تماس لمنتخبنا، ضرغام قريب مع أيمن، انطلاقة من ضرغام، بحث عن ركنية، عطوان، أمجد، جيدة من أمجد عطوان. لاحظ ركلة مرمى. محمد قاسم نجم القوى الجوية سيشترك الآن. انطلاقة من اليمين، حسين إلى صفاء هادي، هجوم للعراق إلى اليمين، هاوي سين علي داخل منطقة الجزاء. سهلة هاي الكرة، سهلة يا شباب، الجزاء سهلة هاي الكرة، سهلة يا شباب. سيد محمد جعفر مسيطر جدا، تراهي على هذه لعب له كرات أرضية، كرات خادعة قريبة تكون لاتحال حسيني سامي، عالية الكرة إلى ركلة مرمى لمنتخبنا. آخر 14 دقيقة، سوزا المدرب البرتغالي طريقة التوجيه للاعبين. ضرغام إسماعيل يترك المباراة، قدم مباراة ممتازة، ويشترك الآن محمد قاسم، ويشترك الآن محمد قاسم. واضحة النوايا لكتنيتش، سيلعب بثلاث مدافعين، يعني مهاوي وناطق وأحمد إبراهيم، ويريد أن ينشط منطقة الوسط. تغيير الآن بالبحرين، علي حرم يترك المباراة لستة، محمد الحردان، محمد الحردان على عباس داخل منطقة الجزاء، وتصل لسيد محمد جعفر. 21 سنة لمحمد الحردان، 6 مباريات دولية، يلعب بنادي فايلة. أحمد إبراهيم إلى الأمام، صفاء طالت البحريني، زين علي طلاقة من اليمين، هاوي متأخر، من هناك صراع، وحرة مباشرة لمنتخب البحرين لسامي الحسيني. سامي الحسيني لاعب اللي اشترك في شوط المباراة الثاني، انطلاقة من اليسار للبحرين، حاول على عباس. الآن عندنا ثلاث لاعبين نزعة هجومية بالمقدمة، يعني أيمن وعلاء وأيضا محمد قاسم اندفع على أمل إدراك التعادل. أحمد إبراهيم، صفاء هادي أمامية الكرة، محمد لاعب اللي اشترك، وإلى ركلة مرمى، ركلة مرمى للبحرين. هذا محمد قاسم نجم فريق القوى الجوية، بينما محمد عادل مدافع البحريني.
تقطع من البحرين، راجع لمنتخبنا محمد، تمريره لكن سهله لسيد محمد جعفر. دقائق العشر الاخير، يبقى التقدم للمنتخب البحريني الشقيق بهدف لعيسى موسى بدقيقه 38. احمد ابراهيم عمليه تمرير، امجد، احمد ابراهيم عمليه تمرير، امجد عطوان، تغيير من هناك لسعد ناطق، مهاوي على داخل منطقة الجزاء. هو يا علاء، علاء عباس، وفرصة جديدة ضاعت على علاء عباس. كتنج تصريحك الأول ما يشفع، ما الغرب آسيا مو هدفي، لا أنت تلعب بكربلاء وفي العراق، عملنا كبير بلاعبين. انطلاق الآن الهجوم، خطيرة خطيرة خطيرة، عطوان، أمجد، والتسديدة مرة أخرى ضاعت على منتخب، ملعب مليان على الآخر، جماهير وفية مساندة. صح منتخبنا بعض الأسماء غائبة، لكن اللقب راقين ما عندهم شيء ودي رسمي. على اتحال هجوم، حسين علي أيمن اللي بعد مرة أخرى، كرة للعراق، محمد إلى صفاء، لكن منتخبنا قدم مباراة ممتازة، لكن نبحث عن هدف. حسين، الله الله، حسين علي بر داخل منطقة الجزاء، الإبعاد من أحمد نبيل مرة أخرى سهلة جدا إلى ركلة بار. منتخب البحرين بهذا التكتل الدفاعي، لاعب اثنين سيشترك، هذا سيد مهدي باقر، مهدي باقر لاعب نادي النصر الكويتي بديلا من محمد عادل. سيد مهدي باقر بصفوف منتخب البحرين، مرة أخرى إلى اليمين، حسين تقطع من الإحياء للحسين، يحاول طبعا لاعب الرميحي، لكن كرة لمنتخبنا، هجوم للعراق الآن، أحمد إبراهيم لأمجد عطوان، قدم مباراة ممتازة، حاولت سحب الدفاع البحريني المتكتل، من هناك ابعاد لي الكرة، سهلة جدا لجلال حسن، هذا أمجد قدم مباراة كبيرة. أوه، غياب التركيز، حسين علي تعب، أخذ منه الشيء الكثير، لكن قدم بطولة ممتازة، وهداف البطولة لغاية الآن بثلاث أهداف. ما عليك يا أبو علي، الإحيام بعاد لي الكرة، صفاء للعراق، نقل الكرة، محاولة من جديد، أيمن لصفاء،
محمد قاسم، تغيير لليمين، مهاوي لحسين علي، ومحاولة حسين، كرة للعراق، كان يلعب لزميل أفضل، الانطلاقة من هناك، الهجوم المرتد، الرماحي خطيرة لمنتخب البحرين وإلى ركلة حسين، كان يلعب يعني أسرع من اليمين، مهاوي قريب راجع الكرة، عطوان لعلاء داخل بطاقة الجزاء، أيمن، أيمن حسين، ركلة مرمى، يطالب بركنية بهذه اللقطة، كانت مع سيد مهدي باقر، ركلة مرمى لمنتخب البحرين، سيد محمد جعفر أمامية، مهاوي، نلعب في آخر ثلاث دقائق، عالية الكرة داخل بطاقة الجزاء، أيمن قريب، وحرة مباشرة لمنتخب البحرين، يقول له مكاتب قانونية، لكن يبقى القرار للسعودي التركي الخضير. شوف مع أحمد جيلان، أحمد نبيل جيلان، كرة اللعب بالوسط، صفاء ومرور للحردان، كميل أقرب لجلال، الانطلاق الآن، محمد قاسم ينتظر، بايش من اليسار، إبراهيم بايش حاول يمر، لعب لزميل أفضل بالمباشر، سعد تبريرة، أيمن داخل منطقة الجزاء، محاولة أيمن حسين، دقائق الأخيرة، أيمن يلعب الكرة، صفاء لعلاء عباس، يلم الكرة علاء، خطيرة للعراق، سيد جعفر، علاء عباس كان ممكن بهذه الكرة، سيد محمد جعفر ينقذ المرمى، البحر صفا، هادي تبرير الآن لحسين علي، من هناك سود الرابدين، علاء داخل منطقة الجزاء، هو بعيدة من علاء عباس، إلى ركلة مرمى للبحر، ست إلى سبع فرص ضاعت من منتخبنا، يحتاجون إلى الهدوء، إلى التركيز، على عباس، حاولات جيدة كانت على مرمى البحرين، التماس الآن، زين علي، مهاوي قريب مع علاء، مهاوي من اليمين، عالية الكرة، إبعاد من أحمد نبيل، مرة أخرى للعراق، بايش 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 بايش، عالية داخل منطقة الجزاء، وضاعت على عباس، حلوة من أيمن حسين، حضرها، شوف، لكن توقع من علاء كان متأخر بعض الشيء، وبعيدة إلى ركلة مرمى للمنتخب البحرين. دخلنا بالوقت الصعب، الوقت الحرج، أعلام مملكة البحرين، السلام لي محمد عبد الوهاب، ربما أربع إلى خمس دقائق كوقت بدل ضائع،
سلامة سلامة لمحمد عبد الوهاب لاعب منتخب البحرين. سيد محمد جعفر إلى الأمام، كرة بالوسط المالود، عملية تمرير، عملية تمرير، أحمد بوغمار حاول بهذه اللقطة والمحاولة لكن قطع من محمد، انطلاقة من بايش إبراهيم، طالت الكرة إلى التماس. خمس دقائق سنلعب لغاية الدقيقة 95. يا من تتابع العراقية الرياضية في كل مكان ومستمعي إذاعة جمهورية العراق، منتخب البحرين يتقدم بهدف عن طريق عيسى موسى بالدقيقة 38 من عمر اللقاء في نهائي غرب آسيا التاسعة في العراق وبالتحديد في كربلاء. أحمد إبراهيم أمامية، انطلاق الآن، طالت وإلى ركلة مرمى، طالت على إبراهيم، على أحمد إبراهيم، كان سعد اللي لعب الكرة، صراع مع سيد مهدي باقر حكم الدولي السعودي تركي الخضير وسيد محمد جعفر، ابعاد من سعد، عملية التحضير، حسين علي انضم الآن بالوسط، محمد أيمن قريب داخل منطقة الجزاء ولمسة يد على أيمن حسين، حرة مباشرة لمنتخب البحرين. لاحظ عالية الكرة، صفاء هجوم للعراق، بايش إبراهيم عيد الكرة لصفاء مرة أخرى، خطير الآن على تصل لسيد محمد جعفر، سيد محمد جعفر حارس الخبرة، طالت الكرة من هناك، تماس للعراق على مهاوي على التنفيذ، آخر دقيقتين ونصف الدقيقة، سعد ناطق إلى الأمام، أيمن محاولة، إبعاد من الدفاعات، أمجد قريب، وحرة مباشرة للبحرين. السلام لكميل الأسود، البحرين بأول ظهور في المباراة النهائية والتقدم لغاية الآن، أقول لغاية الآن لأن دقيقة وربما 40 ثانية متبقية، هل ستكون كلمة للأسود أم الأحمر البحريني سيتوج باللقب؟ سيد محمد جعفر، تماس لمنتخبنا، كرة لصفادي إلى الأمام، لا 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 هاي الكرات الطويلة، أحمد إبراهيم طويلة، أحمد إبراهيم ترك منطقة الدفاع وتقدم إلى الأمام، سيد يلعب الكرة، بايش لسعد ناطق أمامية، أحمد إبراهيم هجوم الآن، قريبة جدا والإبعاد من دفاعات البحرين، راجع الكرة، محمد قاسم قريب، حاول الثواني الأخيرة، صفاء سين علي حاول، سين عالية، أحمد خطيرة،
احمد خطيره الجول ورايا والتسم يا فرحه البث الرايا والتسلل لاحظ بهذه اللقطه اوه اوه اوه, أوه. على اية حال يبقى لاصحاب الاختصاص منتخب البحرين والثواني الاخيره وربما الحكم احمد بطاقه احمد ابراهيم بطاقه صفراء جماهيرنا الوفيه راجع الكره لجلال بالمباشر يا جلال قد تكون الكره عاليه ايمن ايمن وربما الخطا لاحظ بهذه اللقطه لا يا تركي لا يا تركي تركي الخضر ويا انجلز لا لا يا تركي يا الخضر يعني على اية حال جربنا لاعبين استفادينا من التنظيم تنظيم ناجح وبالتوفيق لمنتخب البحرين مبروك للأشقاء البحرينيين أعرض لك لمنتخبنا في تجربة تنظيمية جيدة ولكن كنا نمن النفس أن نفوز باللقب لكن البحرين فاز بهدف لعيسى موسى مبروك للأشقاء البحرينيين هاردك لمنتخبنا نجحنا تنظيميا خسرنا اللقب وخسرنا فنيا وما راح بعيد اللقب ذهب للبحرين الشقيق عودة إلى الزميل العزيز حسن عيال حسن لك الكلمة شركة أنوار سورة للمقاولات العامة إحدى شركات المهندس عبد الله عويز الجهور للمقاولات العامة إحدى شركات المهندس عبد الله عويز الجهور الأولى في إنشاء الملاعب والمنشآت الرياضية شركة أنوار سورة للمقاولات العامة إحدى شركات المهندس عبد الله عويز الجهور لإنشاء النواظم المائية بدقة عالية أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام حياكم الله عدنا من جديد شكرا جزيلا لزملائنا المعلقين علي لفتر عدناهي جمال الدراجي إذن نهائي غرب آسيا البطولة التاسعة يذهب إلى البحرين اللقب يذهب إلى منتخب البحرين بعد أن حقق الفوز على منتخبنا الوطني بهدف دون رد نذكر بأن الهدف جاء في الشوط الأول عن طريق عيسى موسى في الدقيقة 39 فشل منتخبنا طيلة الوقت المتبقي من أحداث المباراة ما تبقى من الشوط الأول والشوط الثاني
في إدراك التعادل، بالرغم من أن الفرصة كانت سانحة لإدراك التعادل على أقل تقدير بعد التعب والجهد الكبير الذي بدا على المنتخب البحريني، خصوصا في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني كان هناك واضح التعب والإجهاد على الهجومية، تذهب أدراج الرياح بلا طائل. هذه اللقطات الآن لاحتفال المنتخب البحريني بعد فوزه باللقب على حساب المنتخب الوطني العراقي، حقيقة نتيجة مخيبة للآمال بالنسبة الجمهور العراقي الكبير الذي حصل أو الذي وصل إلى مدرجات ملعب كربلاء تحت كل الظروف الاستثنائية اليوم والأجواء الحارة والرطوبة العالية، امتلأت جنبات ملعب غفيرة خارج الملعب، لكن كل ذلك لم يشفع لمنتخبنا بتحقيق الفوز. طبعا المنتخب البحريني حقيقة نتحدث وبصراحة متناهية استحق اللقب بعد أن قدم مستويات جميلة جدا، والمنتخب البحريني أظهر انضباط تكتيكي عالي طيلة المباراة حتى مباراة اليوم، يعني خصوصا في الشوط الأول كان المنتخب البحريني في أحسن حالاته، منتخبنا أضاع شوط كامل بعد أن يعني البحريني، وبالتالي ضاعت علينا 45 دقيقة وخسرنا بهدف. حاول في الشوط الثاني العودة إلى المباراة لكن دون طائل. الخيبة عفوا تظهر على وجوه الجمهور العراقي الحاضر إلى ملعب كربلاء، كان يمني النفس بتحقيق الفوز في هذه المباراة. عودة لضيوف الاستوديو التحليلي، مساء الخير مرة أخرى. نتيجة مخيبة للأمل يعني من منطق الروح الرياضية اللي يجب نتمتع بها جميعا، نقول مبروك للمنتخب البحرين وحظ أوفر وعمل أفضل لمنتخبنا بالأيام المقبلة، لأن احنا مقبلين على تصفيات كأس العالم ولابد أن نستفيد من هذه الأخطاء اللي حدثت. الحقيقة تحدثنا من البداية وكنا نمني النفس أنه الفريق يعني ينهي هذا اليوم بأمسية سعيدة للعراقيين والجميع من حضر ومن يشاهد التلفاز، لكن للأسف يعني هذه الأمنيات لم تتحقق. على كل تاتنج للآن لا يعرف مقاييس الاختيار بالنسبة للاعب المنتخب العراقي. نعم. الرجل ليست لديه فكرة عن إمكانيات اللاعبين وتوظيف اللاعبين، وهذا ما شاهدناه في المباراة، يعني استبدال مهاجم بمهاجم، استبدال لاعب وسط بضرغام بلاعب وسط. نعم. أيمن حسين إشراكه قد يكون متأخر. من وجهة نظري المدرب إذا ما يحسن التفاعل بأدواته يتلاعب بيها مثل ما نشوف كل المدربين، أعتقد انتظر من أنت فائز ما تظهر، لكن عندما تحدث مثل ما يحدث الآن خسارة نهائي في ملعب كربلاء أمام هذه الجماهير أعتقد أنه على المدرب أن يراجع نفسه. نحتاج إلى أناس معه، يعني خلي يسمعني الاتحاد، خلي يسمعني كل المعنيين بكرة القدم، نحتاج إلى إلى ناس عمليين مهنيين، ما نحتاج ناس يقعد يحلل بس على الورق، يحتاج يجلس مع جنبه شخص لديه فكرة عن قدرات اللاعبين، عن تغيير مراكزهم، عن إمكانياتهم، عن ما قدموه خلال الدوري. اللي جالسين معه جميعهم لا يفقهون عن المنتخب أي شيء، المساعد اللي معه وبقية الأخوان اللي موجودين، لا يوجد معه مدرب عراقي، اللي البقية هو هدف البطولة وكأس البطولة لصالح المنتخب البحريني. نعم. في الدقيقة 39 تظهر المشاكل الدفاعية المتجذرة لمنتخبنا الوطني، والتي لم يستطع لا مدرب أجنبي ولا مدرب محلي ولا كل الخبراء والمعنيين أن نصل إلى الحلول الناجعة اللي تجعل منتخبنا
قادر على رد الهجمات. النقطة الرئيسية أنه المدرب لم يحضر مباريات الدوري. ويعرف إمكانيات مهنة. يحتاج إلى مدرب أو مدربين وياه يعملون لا. عاملين بالدوري شباب لديهم قدرات لديهم إمكانيات لديهم متابعات أما ما يحدث الآن وجود أشخاص يجمع لسد النقص على مصطفى الاحتياط أعتقد المنتخب سيبقى بهذا الحال ونبقى نجرب حسام وإحنا أمام تصفيات كأس العالم. حسام فوز تحدثنا بداية الاستوديو التحليلي بسؤال افتراضي، هل ستبقى شباك المنتخب البحريني عذراء؟ وكان كأننا يعني كنا نتوقع ما يمكن أن يحصل، يعني ما الذي جعل المنتخب الوطني العراقي غير قادر على الوصول للمنتخب لشباك المنتخب البحريني؟ أو بقيت هذه الشباك عصية على كل المهاجمين اللي مروا على يعني على المنتخب البحريني طيلة مباراة البطولة؟ طبيعة الحال أول بداية نقول مبروك الفريق البحريني، هارد لك فريقنا. الأسباب كثيرة أبو سلار، يعني أنت تعرف أنه تسجيل الأهداف يأتي عن بناء لعب بطرق مدروسة ومتدرب عليها من خلال التدريبات، وجود اللاعبين الهدافين أيضا، ووجود أيضا حالات لعب متفق عليها خصوصا الكرات الثابتة. يعني إحنا صحيح سجلنا 5 أهداف أكثر من البحرين، لكن تلقينا 2 هم 3 أهداف أخذوا البطولة. فكثرة تسجيل الأهداف مو دليل على أنك راح تأخذ البطولة، بالعكس أنا أيد أنه ما تتلقى أهداف ممكن أنت تأخذ البطولة، ممكن يعني حتى لو شفنا البطولة الأفريقية الأخيرة تونس يمكن تعادلت 3 تعادلات صعدوا للربع النهائي أعتقد له النصف النهائي. هذا يغير مفاهيم كرة القدم اللي كان هو شوف أنت ذا عندك الهجوم أفضل وسيلة للدفاع، الآن كأنه الدفاع المحكم يمكن أن يقودك إلى البطولات ويقودك إلى النتائج الإيجابية. أنا رأيي مو هيك، مو يعني الهجوم أفضل وسيلة الدفاع ولا الدفاع أفضل وسيلة هجوم. أنت عندك أسلوب معين، عندك نوعية لاعبين تطبق بيها بالملعب، شنو اللي يفوزك تلعب بيه. الفريق البحريني كان عارف شلون يلعب بأدواته، يعرف أنه طريقة تسجيل الأهداف صعبة لكن حفاظه على المرمى يعني من الشيء المتاح عنده، فجعل فريقه عنده ملكه انه ما يسجل عليه هدف. يعني خلال 4 مباريات انت ما يسجل عليك هدف، هذا يحسب لك. الشغله الثانيه اللي مو موجوده عند فريقنا انه مفاتيح اللعب مو موجوده، ظهر بس بالشوط الاول. الشوط الثاني كنا نمني النفس انه يبدي بدايه بمهاجمين 2، بعدين هو تاخر يعني خسر تبديل كان ممكن يستفاد من هذا التبديل. الكلام يعني الفرصة اللي أخذها مهند مهدي كامل لو على عباس ناطح لمهاجم ثاني كان ممكن يكون غير كلام. شيء ثاني، ما عندنا أي أسلوب واضح للكرات الثابتة. يعني أنت فريق ما عندك أساليب لعب للأمام بالهجوم، ما عندك مفاتيح لعب تقدر تسجل. اعتمد على الكرات الثابتة. يتكرر هذا الكلام مطولا بأنه مع السيد كاتينيتش غابت الفاعلية الهجومية لمنتخبنا الوطني، ما عاد هناك أسلوب هجومي واضح يمكن أن يعتمد الفاعلية الهجومية لمنتخبنا الوطني ما عاد هناك أسلوب هجومي واضح يمكن أن يعتد به يمكن أن يقودنا إلى التفاؤل بأن منتخبنا يستطيع إحراز الأهداف في الأوقات العصيبة الأوقات الصعبة. حتى الهجمات احنا تحدثنا عن سيادة المنتخب العراقي طيلة أوقات المباراة، و يعني كانت الأرجحية واضحة، لكن مع ذلك بحسابات الفرص لم تكن هناك فرص خطرة يعني تهدد مرمى المنتخب البحريني. يعني أول شيء نقول مبروك للفريق البحريني، هارد لك لمنتخبنا الوطني. الحمد لله نجحنا بالتنظيم وأعطينا صورة مشرقة وصورة جيدة جدا أنه العراق قادر على تنظيم البطولات. يعني هذا المكسب الأهم اللي بعيدا عن الفوز والخسارة وحسابات النتائج. يعني احنا اليوم انا شفت منتخبنا رجع الى ما قبل تصفيات كأس، يعني حالة موروثة كأنه احنا كنا جابرين لاعبيننا على اللعب السهل واليوم اجبرونا انه احنا لا راح نرجع على اللعب القديم. اليوم يعني اول مرة بالبطولة
يعني خرجنا من ثوبنا، من اسلوبنا، من الشيء اللي فيز بيه اللي هو اللعب السهل، المناورات القصيره، خلق الفرص يعني بمناولات 5 الى 6 متر، وبالتالي اليوم فقدناها، اعتمدنا على الكرات الطويله الى ايمن والى علاء عباس، وبالتالي يعني ضاعت هويتنا الحقيقيه اللي كنا نلعب بها بالبطوله. اليوم المباراه ضاعت منا لانه احنا ضيعنا شوط اول كامل. بالضبط، الشوط الاول كله ضاع من عندنا بسبب خطا في 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 اختيار اللاعب، في خطا واضح جدا، وبالتالي احنا ضاع علينا شوط. الشوط هو اللي انطى البطوله للفريق البحريني، فبالتالي راحت من عندنا البطوله. ايضا اليوم يعني شفنا علاء عباس، يمكن لو احسن التصرف بكم كره جته كان ممكن نعود بالمباراة. يعني هذه تعود للمهاجم، هو نوعية المهاجم يعني كيف يتصرف. أعتقد مثل ما قلنا في بداية قبل المباراة أنه ممكن يكون الحماس الزايد إلى تأثير سلبي على اللاعبين، وبالتالي شفنا بآخر المباراة نتيجة اندفاع لاعبيننا ورغبتهم بالتسجيل قاموا يفقدون الكرات السهلة اللي ما ممكن تنفقد، فقدوا تركيزهم، فبالتالي كثرة أخطائهم وحتى الفرص السهلة اللي ممكن تسجل ضاعت علينا. فقدوا تركيزهم، فبالتالي كثرة أخطائهم وحتى الفرص السهلة اللي ممكن تسجل ضاعت علينا. طبعاً هذه اللحظات الآن معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد العبيدي، رفقة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وممثل اتحاد غرب آسيا، ينزلون إلى منصة التتويج التي سيصعد إليها المنتخب الوطني العراقي أولا باعتبار أحرز المركز الثاني بعد خسارته أمام المنتخب البحريني، وبانتظار أيضا تتويج المنتخب البحريني كبطل للنسخة التاسعة في أول سابقة في تاريخ هذا المنتخب. طيلة مشاركاته لم يستطع من الوصول لا إلى الدور النهائي ولا لإحراز اللقب من قبل، لكنه فعلها، والنهائي أقيم، الافتتاح والختام أقيم في هذه المدينة، وتمكن المنتخب البحريني من تحقيق الفوز على المنتخب العراقي في نهائي هذه البطولة بهدف دون رد، طبعا بانتظار توزيع الجوائز ورفع الكأس من قبل المنتخب البحريني. هذا المنتخب الحقيقة الواعد الذي سيشاركنا تصفيات كأس العالم، نعم، في مجموعة العراق، ومباراتنا المرتقبة الأولى ضمن مشوار تصفيات كأس العالم ستكون أمام هذا المنتخب، ربما ضارة نافعة الخسارة في هذه البطولة أو نهائي هذه البطولة، ومعرفة أسلحة المنتخب البحريني وقوته، وأبرز عوامل قوة هذا المنتخب ستكون حاضرة في طبعا ضمن الملاك التدريبي أو للملاك التدريبي العامل مع منتخبنا الوطني، وبالتالي الوقوف على أبرز الأخطاء والسلبيات التي وقع فيها المنتخب العراقي، وأيضا قراءة أبرز نقاط القوة للمنتخب البحريني. طبعا الآن الطاقم التحكيمي نشاهده على منصة التتويج، وبانتظار صعود المنتخب العراقي الفائز بالمركز الثاني. إذن دعونا نشاهد هذه اللحظات لتوزيع الجوائز من قبل معالي وزير الشباب والرياضة وممثل الاتحاد غرب آسيا وبمعية أركان الاتحاد العراقي لكرة القدم والشباب.
كاستضافة البطولة برعاية آسيا سيل يقدمها السيد خليل السالم للاعب حسين علي من المنتخب العراقي وجائزة مالية $5,000 يقدمها السيد عامر السنان.
التحديد لتقيد مداريات المركز الأول.
هذه لحظات تتويج المنتخب البحريني بكأس نسخة غرب آسيا التاسعة بكرة القدم بعد أن حقق فوز على المنتخب العراقي بهدف دون رد وهداف البطولة وأفضل حارس في البطولة السيد محمد جعفر. شاهدنا هذه اللقطات الأخيرة من مراسيم ختام بطولة غرب آسيا التاسعة بكرة القدم. مبارك للمنتخب البحريني حقيقة، نهنئهم على المستوى الكبير اللي قدموه طيلة منافسات البطولة وأيضا تميزهم في مباراة الختام أمام المنتخب العراقي بالرغم من كل الظروف، حضور جماهيري كبير لمؤازرة المنتخب العراقي اللي لعب على أرضه وبين جماهيره، لكن هذه الفرص المتاحة لم تسعف في تحقيق اللقب الذي ذهب إلى المنتخب البحريني. ثالث منتخب خليجي هو المنتخب البحريني يحرز لقب بطولة غرب عامة وفد المنتخب العراقي، وهو حقيقة يصعد إلى منصة التتويج لاستلام جوائز المركز الثاني. شاهدنا بملابس مختلفة، حالة الخسارة في لعبة كرة القدم أمر وارد جدا، لكن على أي منتخب يتمتع بشخصية قوية وهوية واضحة المعالم أن يتمتع برباطة الجأش وأن لا يظهر الانكسار، لا يظهر الهزيمة. بطولة لا يمكن أن تفوت في عضد لاعبينا، بانتظارنا الكثير، وكان يمكن للجهاز الإداري تنظيم حالة المنتخب الوطني وعدم ظهور هذا المنتخب بحالة من الانكسار. شاهدنا الوضع حقيقة غير مقبول إطلاقا، حالة فوضى، حالة من الفوضى بارتداء ملابس، كل لاعب صعد إلى المنصة بزي مختلف، هذا مخالف حتى لتعليمات الاتحادات، الاتحاد الآسيوي أو حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم. لدينا الكثير في هذا الشأن بالحديث عن الخسارة وعن مستقبل السيد كاتينيتش، لكن قبل ذلك دعونا نشاهد الحالات التحكيمية رفقة الخبير التحكيمي الدكتور علاء عبد القادر اللي بالتأكيد سجل العديد من هذه الملاحظات بشأن مشوار الختام والمباراة النهائية التي جمعت المنتخب العراقي والمنتخب البحريني. إذن دكتور علاء مساء الخير، الكلمة بالصوت والصورة لك، ودعنا نشاهد ما الذي سجلته عن هذه المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة بالصوت والصورة لك، ودعنا نشاهد ما الذي سجلته عن هذه المباراة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك يا أخي العزيز حسن عيال ولضيوفك الأكارم الأعزاء، محللي استوديو التحليل الكابتن نزار أشرف والأخ حسام فوزي، بسام رؤوف وأحمد خلف. تحية لأسرة البرنامج ولكل مشاهدي قناة العراقية الرياضية. مبروك لمنتخب البحرين الشقيق وهادرك لمنتخبنا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بلا شك اليوم قيادة التحكيم كانت قيادة سعودية أردنية، قادها الحكم السعودي تركي الخضير، ساعده زميله خلف زيد من السعودية، ومحمود الظاهر حكم مساعد ثاني كان المميز الأكثر في المباراة، ومحمد
أعرفها من الأردن الشقيق أيضا. المباراة بتأكيد لم تكن سهلة، مباراة ختام، لكن الآن التقييم أيضا صار بي أبديت. مستوى التحكيم كان يرتبط بمستوى درجة صعوبة المباراة، الآن مستوى درجة التقييم ترتبط بعدد القرارات وأهميتها. اليوم حقيقة كانت هنالك حقيقة قرارات قليلة بالنسبة للحكم الوسط، لكن الأهم والقرارات الصعبة كانت للحكم المساعد الثاني. اختارينا حقيقة خمس حالات. الحالة الأولى كانت حالة مهمة بدقيقة 36، حالة تسلل للحكم المساعد الثاني. دعونا نرى يعني صحة قرار هذا. نعم طبعا، بالمناسبة حكم المباراة احتسب تماما 29 مخالفة، كانت 28 منها مخالفة صحيحة تماما، مخالفة واحدة للأسف لم تكن صحيحة، وكان يفترض أن يضيف مخالفتين. المساعد الثاني دقيق جدا بصراحة، يعني كلش كان قرار سليم جدا بهذه اللحظة، هذه لحظة لعب الكرة. نشوف جزء من الأخ علاء عباس، كان حقيقة واضح جدا، هو أقرب إلى خط مرمى المنافس، فبالتالي كان قرار سليم. نلاحظ أنه الأخ محمود الظاهر كان بالنتيجة يقف موقف سليم، والقرار كان قرار سليم لا غبار عليه. طبعا هو رفع الراية أربع مرات، لكن بالنتيجة كان القرار سليم ولا غبار عليه. شوف هذه الحالة، شوف نلاحظ أنه القدم وجزء من الجسم كان أقرب إلى خط مرمى المنافس، وبالتالي نشاهد أنه الحكم المساعد الثاني محمود الظاهر كان هو الأقرب إلى خط مرمى المنافس لحظة لعب الكرة، فكان قرار سليم. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كان هنالك أيضا الإنذار بالدقيقة 42. نشوف صحة القرار بالنسبة للحكم، أشهر البطاقة الصفراء، وهو كانت البطاقة الوحيدة. نعم واضح، طبعا الدخول واضح بتهور، القدم مرفوعة، كان هنالك احتكاك بأسفل القدم، الحكم لم يتردد على الإطلاق، أظهر البطاقة بشكل رائع، وأيضا تقبلها على أمهاو بشكل فيه. طبعا هذه الحالة حالة خطرة، يعني لو راح على القدم الساندة لربما تروح حتى على الطرد، لكن هي كانت مرفوعة وكانت الحالة تماما تستحق البطاقة الصفراء للدخول بتهور. الحالة الثالثة حقيقة كانت بالدقيقة 50، وهي من الحالات أيضا الصعبة، حالة التسلل، هو الحكم المساعد الثاني، أنا أقول هو الحكم المساعد الثاني، أنا قلت كان حكم المباراة المميز يعني في هذه الحالات. دعونا نرى من لحظة البداية، لحظة لعب الكرة. نعم محمود الظاهر هو ظاهر في الصورة، وكان فعلا بحق مميز. أنا أعتقد هي هذه الحالة الأولى التي ظهرت أخي العزيز. على كل حال نعم نشوف رفع الراية، حالة تسلل واضحة جدا، لكن يعني كنت أتمنى أنه الحالة الأخرى الثانية التي كانت في الدقيقة 50. على كل حال ممتاز. أيضا نروح على الحالة الأهم، الحالة الأهم اللي هي بالدقيقة 94 وإلغاء هدف، وكان هذه القرارات اللي يسموها الصعبة، أيضا بنفس مستوى الصعوبة، لم تكن المسافة واسعة من لحظة البداية. نعم طبعا شوف اللاعب أحمد تماما، على يعني تقريبا متجاوز يعني بمسافة تقريبا 10 سنتيم إلى 15 سنتيم، ولو نشوف الحكم المساعد الثاني واقف يترقب كالأسد، يعني بصراحة يعني رصد الحالة تماما، وبالتالي قراره كان سليم. والحالات الصعبة جدا طبعا بلا شك أنه خط منطقة الجزاء يعني ساعد باتخاذ هذا القرار، لكن نشوف أنه كثير من الحكام يخطئون حتى يعني عدم استغلال واستثمار. كان القرار سليم، وكانت هذه الحالة الثالثة، وكان قرار سليم لأنه بالنتيجة كان هنالك هدف. أنا قلت طبعا احتسب 29 مخالفة، واحدة منهم لم تكن صحيحة، الوحيدة
اليد موضوع على ال أيمن قبل ما توصل، لكن وضع اليد على المنافس لا تعني هنالك مخالفة. للأسف الشديد كان ممكن أنه يعني على كل حال أنا أعتقد أنه فقط يعني من أصل 29 مخالفة لم تكن هذه المخالفة صحيحة، وكان يفترض أن يضيف مخالفتين. للأسف يعني قبل هذه الحالة أنا أيضا هو طلع بطاقة واحدة، وكان يفترض أن يضيف بطاقة واحدة لأحمد إبراهيم للاعتراض الغير المجدي على هذه الحالة. والسليمة للحكم الوسط واستحق بالتمام والكمال درجة 8-4، في حين زميلة الحاج الآن يعني منتخبنا الوطني ما يزال في، إذن منتخبنا الوطني يغادر ملعب كربلاء، وما يزال المنتخب البحريني يحتفي بفوزه ببطولة لقب غرب آسيا التاسعة بكرة القدم. بالتأكيد مناسبة سعيدة للمنتخب البحريني وغير مسبوقة، هزيمة المنتخب العراقي في عقر داره والحصول على لقب مهم بالنسبة للمنتخب البحريني البعيد عن الألقاب. هذه المرة الأولى التي يحقق فيها فوزا مهما أو يحقق لقبا لبطولة التاريخ.